بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوف المؤسسة الأعزاء، السيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مرحبا، السيدة والسادة البرلمانيون، السيدة والسادة الإعلاميون المشاركون في هذا اللقاء، مرحبا بكم جميعا، كل واحدة وواحد باسمه وصفته. تحت شعار أحبك يا وطني، وفي إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، تستضيف مؤسسة الفقيه التطواني اليوم وجوها سياسية حاضرة بقوة في المشهد الوطني، تمثل أحزابا وطنية تكن لها مؤسسة الفقيه التطواني كامل التقدير والاحترام. لقد اخترنا لهذا البرنامج عنوانا السياسة بصيغة أخرى، وهو البرنامج الذي توخينا من خلاله المساهمة في إطلاق وعي متجدد لمفهوم السياسة، تأسيسا على واقع يتغير باستمرار، وتأسيسا على تراكمات من الفعل والممارسة. في إطار هذا البرنامج أقول، تستضيف المؤسسة السادة محمد شوقي عن حزب التجمع الوطني الأحرار، مرحبا بك. والسيد إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، مرحبا بك. والسيد رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، مرحبا بك. والسيد حسن حداد عن حزب الاستقلال، مرحبا بك. لا شك في لقاء رباعي من موقعين مختلفين، لا شك بأنه سيكون طافحا بروح الوطنية والصراحة، قريبا من الواقع ومن حياة الناس ومشاغلهم، لقاء نتطلع من خلاله إلقاء الضوء على بعض الملفات والإجراءات المنجزة والاقتراحات البديلة المطروحة على ساحة النقاش. ضيوف المؤسسة ينتمون إلى أحزاب شاركت في الحكومة مجتمعة ودبرت الشأن العام في سياقات مختلفة، إلى أن أفرز الوضع السياسي والانتخابي الجديد تحولات في المواقع، وهو مشهد كشف عن تجاذبات بطعم خاص وبثقافة جديدة. إن ذلك سيضفي بدون شك على هذا اللقاء حراكا مفيدا حين نستمع للرأي والرأي الآخر. السادة الضيوف المؤسسة، تستضيفكم المؤسسة اليوم في أجواء مليئة بالحماس الوطني وبالشعور القوي بالانتماء لهذا الوطن. هذا الحماس الخلاق هو الذي سيغني مسارنا الديمقراطي ويحصن بلادنا ضد خصومنا وحسادنا وأعدائنا والمتربصين بهذا الوطن. رغم الأيادي الممدودة، لكن بعض النفوس مر لا يحلو عندها إيمان الناس. أيها الضيوف الأعزاء، هناك عناوين بارزة اليوم في النقاش العمومي لا يمكن التغاضي عنها، تهم قضايا وانشغالات المجتمع، لعل أبرزها ما يتصل بالمعيش اليومي للمواطن وتكلفته، وما يتصل بحمايته الاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية. إلى أي حد استطاع ورش الدولة الاجتماعية الذي يعتبر شعار المرحلة وأحد مرتكزاتها أن يعكس إرادة الحكومة في تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية تعالج الأولويات وتستجيب لانتظارات المواطنين؟ كيف واجهت الحكومة موجة الغلاء وتكلفة المعيشة؟ كيف تفسر وتقيم الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة طبيعة الإجراءات المتخذة وأثرها وحدودها والبدائل الممكنة التي يتعين الأخذ بها؟ يسائلنا اللقاء كذلك عن مشروع الحماية الاجتماعية والأجندة الرباعية المرتبطة به، التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المعاشات والتعويضات العائلية. يعتبر هذا الورش الملكي بحسب المراقبين والمتتبعين بمثابة ثورة اجتماعية غير مسبوقة. كيف تقرؤون مسلسل التنزيل؟ وهل تؤثر الإكراهات الاقتصادية على مصادر التمويل المرتقبة؟ يسائلنا ملف المحروقات من جديد، خاصة بعد تواتر أخبار توريد الغازوال الروسي إلى المغرب وما استتبع الخبر من تساؤلات وعلامة استفهام. كيف يقرأ ضيوفنا الكرام هذا الخبر، وما هي المعطيات التي يمكن إفادة الرأي العام بها؟
كيف تقرؤون حدث خروج المغرب من المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية لمجموعة العمل الجافي في علاقة هذا الحدث بمناخ الاستثمار وتعزيز القوة التفاوضية لدى صندوق الدولي؟ أسئلة وأخرى كثيرة يحفل بها النقاش العمومي، واسمحوا لي أن أبدأ هذا الحوار بدعوتكم في حدود 7 دقائق لكل واحد منكم لتقييم العمل الحكومي في إنجازاتها وكيفية تدبيرها لوضع أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه وضع استثنائي في محيط مضطرب وعالم متغير. هل نجحت؟ هل أخفقت؟ هل نجحت في جزء وفشلت في آخر؟ وما هي البدائل الممكنة؟ لا يخابرنا الشك بمؤسسة الفقيه التطواني بأن هذا اللقاء مع شخصيات مشهود لها بالنزاهة الفكرية ستقدم إضافات نوعية في مضمون هذا النقاش الذي يسعد مؤسسة الفقيه التطواني حصيدانه اليوم، وشكرا لكم. غادي نفتتحوا النقاش بطبيعة الحال نشوفوا الأحزاب ديال الأغلبية. نشوفوا السي الحسن الحداد يتفاعل معنا في البداية، مرحبا. شكرا السي بوكر التطواني، السي الأمين العام، السيدة السادة البرلمانيين، السيد الوزير والصديق العزيز السيد إدريس الأزامي، السيدة السادة الصحفيين، الحضور الكريم. أولا أريد أن أشكر مؤسسة الفقيه التطواني على تنظيم هذا اللقاء، وهذه مؤسسة عريقة بالنقاش اللي كتفتحوا وكذلك الأنشطة اللي كتقوم بها، وهذا يدل على يعني أنه المغرب في فضاءات مثل هذا الفضاء هذا للنقاش العمومي وللنقاش الجاد والنقاش السياسي. لهذا أشد على إيديك سي بوبكر والعمل اللي كتقوم به، وكذلك على أنك تجمع يعني حول نفس المائدة آراء مختلفة فيما يخص النقاش السياسي. والنقاش السياسي خصو يكون، لأنه النقاش السياسي احنا عندنا واحد المسؤولية كلنا كأحزاب باش خصنا لابد أننا نستعملوا لغة الحقيقة مع المواطنين، ونتكلموا بلغة الحقيقة مع المواطنين، نتكلموا بلغة الأرقام مع المواطنين، باش من بعد ذلك يمكننا ناخذ مواقف سياسية، ولكن على الأقل نتفاهموا على المعطيات ونتفاهموا على القضايا الأساسية. لهذا أنا بغيت نسلك هذا المسلك هذا ديال أنه نخاطبوا المسائل بموضوعية كبيرة جدا، لغة الأرقام. غناخذ 7 دقائق فاش نسلم السي بوكر، وقفني ومن بعد راه غادي يبقى لنا الوقت للتفاعل. كاين أسئلة تطرحوا في الساحة، أنا بغيت نجيب على هذه الأسئلة في الساحة، وربما هذه كذلك ستكون يعني إمكانية للإخوان الصحفيين باش يسولوا في هذا الإطار ولا في إطارات أخرى. كاين سؤال يطرح واش هذه الحكومة اللي حنا أغلبية يعني كنساندوها، واش هذه حكومة ليبرالية ولا اجتماعية؟ لأن هذا ورد دابا في النقاشات اللي موجودة حاليا. باش نتفاهموا على الليبرالية هو التقطير من الفوق، يعني أنه تتعطي المقاولات الكبرى الى غير ذلك امتيازات، وهذوك الامتيازات كتعطيها باش يمكن ليها انها تشتغل، وهذاك راه يمكن له انه يعود بالنفع على من هو تحت بالنسبه لهذه المقاولات. هذا هو هذه الليبراليه، هذه الريغانيه. الا تفاهمنا على هذا المفهوم هذا، انا غادي نعطيكم تساؤلات حول الحكومه الحاليه. واش الحكومه ليبراليه وفرضت على الابناك وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير 45% من الضرائب؟ واش هذه حكومة ليبرالية وفرضت على شركة المحروقات 40% من الضرائب؟ وغادي نرجع لهذا الشيء. واش هذه حكومة ليبرالية ودرت 100 مليار في الصحة والتعليم؟ واش هذه حكومة ليبرالية وعطات لصندوق المقاصة تقريبا 40 مليار ديال الدرهم؟ واش حكومة ليبرالية وزادت في الأجور ب 8 مليار ديال الدرهم؟ واش هذه حكومة ليبرالية ودارت الحوار الاجتماعي والحوار الاجتماعي القيمة ديالو 9 ديال المليار ديال الدرهم؟ انا لا اظن في تاريخ المغرب، ورجعوا لقاو بان هذه حكومه اجتماعيه بكل المقاييس. هذه حكومه اجتماعيه بكل المقاييس، غير العبء الضريبي على الموظفين الصغار تيكلف الحكومه الحاليه 2.4 مليار ديال الدرهم. الجفاف كلف الحكومه 10 ديال المليار ديال الدرهم. الا جمعتي هذا الشيء كل شيء، كيفاش غادي يمكن لواحد اي واحد منا بموضوعيه يقول لك بان هذه حكومه ليبراليه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، واش هاد الحكومة وعات بالوعود ديالها؟ زين، نرجع معكم من الوراء. حكومة بن كيران قامت بالإصلاح ديال المقاصة ويحسب لها، وقامت بإصلاح ديال التقاعد ويحسب لها، ولكن بالنسبة لإصلاح صندوق المقاصة ما تكملش، لأنه ما يمكنلكش أنه تحرر الأسعار وفي نفس الوقت ما ديرش تحويلات مباشرة
المواطنين، لانه فاش كتطلع الاسعار فاش طلعت الان بالنسبه للمحروقات وبالنسبه لامور اخرى اكتوى بها المواطنون. لو اننا عملنا التحويلات المباشره ما كناش غادي نوصلوا لهذه المساله. حكومه بن كيران قامت باصلاح التقاعد، وهذا سهل المأمورية على الاصلاح اللي غادي نباشروا دابا، ولا بغيت ندخلوا في تفصيلات من بعد يعني فيما يخص ما هي التحديات المطروحه خصوصا في اطار التغطيه الاجتماعيه، نرجعوا لهذه المساله هذه. وتحرير قطاع ديال المحروقات تم، ونعم عنده ايجابيات ديالو لانه حررنا واحد القدر مهم جدا اللي يمكن لنا نستعمله، ولكن في نفس الوقت ما كملناش وما درسناش مزيان وما شلناش شنو هو، والان نؤدي الثمن ديال عدم دراسه هذه المساله ديال تحرير المحروقات. ولكن هاد الحكومه هذه هي اللي كتقوم بتنزيل التغطيه الاجتماعيه. نعم هذا ورش ملكي، حتى واحد ما كيجادل فيه، ورش ملكي بامتياز، ولكن هذه الحكومه تباشر هذا وتباشر في واحد الوقت اللي شنو هو. دابا انا تنشوف واحد القضيه، توقفوا على الوقت الحالي، المعادله اللي كاينه الان، انه زمن كورونا، ازمه تضخم، الحرب الروسيه، الاضطرابات اللي وقعت في سلاسل الانتاج وديال النقل، الجفاف، كل هذه الامور هذه كاينه، ورغم ذلك الحكومه ماضيه في تنزيل الرؤيه الملكيه فيما يخص التغطيه الاجتماعيه في زمن الازمه، ماشي ازمه، ازمه خانقه، ازمه مستورده وازمه داخليه. في هذا الزمن الحكومه تقوم بتنزيل يعني ورش ملكي مهم جدا ومهيكل اللي هو التغطيه الاجتماعيه. الحكومه كدير الان التغطيه الصحيه والتعويضات العائليه، وبدات فيها، بدا الان في تعويضات عائليه، سي ان اس اس بدات فيها، حولت 2.5 مليار درهم بالنسبه للتعويضات في هذا الاطار هذا. كتزيد في الاجور في زمن الازمه، كدير الحوار الاجتماعي في زمن الازمه. صندوق النقد الدولي تيقولوا بانه كيفاش المغرب انه عمل هذه القضيه هذه، حافظوا على التوازنات الاقتصاديه الماكرو اقتصاديه، في نفس الوقت دخلتوا في مسلسل برنامج مهيكل كبير جدا، ورغم الازمات اللي موجوده، ورغم ذلك يعني انه المغرب راه غادي في هذا الاطار هذا. دابا المشكله اللي كاينه وهو انه الان يتساءل الكثير، دابا هذا الشيء كلشي مزيان، ولكن الا شفنا المواطن يكتوي بنار الاسعار، هذا الشيء تيقولوا عيب الله، مزيان هذا الشيء اللي درتو، تقولوا هذا الشيء راه مزيان ما كاين حتى مشكل، ولكن قولوا لنا على الاسعار، نهضروا على الاسعار ما كاين حتى مشكل. المواطن تيعاني، نعم المغاربه مقصحين، كاينه هذه القضيه، المغاربه ما عمرو وقع لهم بحال هذا الشيء يعني بالارتفاع ديال الاسعار لمده سنوات، والاسباب عارفينها، كوفيد، الانتاج قل، سلاسل التوزيع والنقل ضربات، وطلع التكلفه ديال النقل وطلعت التكلفه ديال الانتاج، الحرب الاوكرانيه، الجفاف. ولكن السؤال اللي ما كيطرحوش كثير اللي كيعيبوا على هذه الحكومه ارتفاع ديال الاسعار، اشنو هو؟ لو انه الحكومه ما خداتش واحد المجموعه ديال الاجراءات كان غادي يكون هذه المساله ضعف ديال ما كاين دابا. مطيشه ما كانتش غتكون ب 16 درهم، مطيشه كانت غتكون ب 20 درهم. اللحم ما كانش غادي يكون ب 95 درهم، اللحم كان غادي يكون 130 درهم. لو انه الحكومه ما خداتش، اشنو خدات الحكومه؟ اولا ساعدت على النقل، كاين تيقول لك هذاك الشيء ديال النقل راه ما دار والو. 5 المليار ديال الدرهم، لو انه ما كانش هذه المساله ديال النقل كانت غتزاد في البضائع ديال، وصلت 5؟ وصلت 7. انا غنسالي دابا، نسالي في هذه القضيه ديال 7 المليار ديال لو انه الحكومه ما ساعدتش هذه القضيه ديال النقل كان غادي تزاد في الاسعار ديال الخضار والفواكه. لو انه الحكومه ما دارتش هذا الشيء كان الثمن ديال الطاكسيات وديال الطوبيس غادي 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 تزاد فيه. لو انه الحكومه ما دارتش الحوار الاجتماعي، لو انه ما زادتش في الاجور بالنسبه للقدره الشرائيه الى غير ذلك، كل هذه الامور هذه ساعدت المواطن باش تكون عنده واحد المناعه، نعم ماشي مناعه كبيره باش يمكن لنا انه نقولوا بانه تواجه الاسعار، ولكن خصنا لابد نطرحوا هذا السؤال. لو انه الحكومه ما دارتش هذا الشيء كنا غنوصلوا لما وصلت لي دول اوروبيه واصله لي الان. راه بلجيكا تيعطيو اطرو ديال الزيت في السيمانه، بلجيكا الثمن ديال الغاز وصل 6 المرات. غنتوقف هنا ومن بعد نرجع لهاد الامور. شكرا. في المعارضه شكون الاخوان؟ السيد الازمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الاخ المحترم الامين العام سيدي نبيل عبد الله، الاخوان والاخوات، الحضور الكريم، اولا
اسمح لي سي بوكر أن أشكرك جزيل الشكر على هذا الفضاء الجميل وعلى إتاحة الفرصة للنقاش الهادئ المطمئن، وكذلك اللي جمع هذا السلام من القيادات الحزبية. عجبني تقديمك، قلت هؤلاء كانوا مجتمعين يوما ما في حكومة ما، واليوم افترقت بهم السبل وتلك الأيام. أنا فات 7 دقائق اللي بغيت نقول هادشي اللي قال السي الحسن السي الوزير والصديق العزيز، أنا ما عنديش عليه، لا الأرقام أنا أكرها، ولكن في النهاية لأنه أنا تنآمن في الحزب العدالة والتنمية بأنه ما غاديش تجي أي حكومة في المغرب ولا شي أي حكومة في العالم إلا وغيكون عندها إيجابيات وغيكون عندها سلبيات. لكن أنا اللي السؤال اللي عندي هو دابا هادشي الأرقام اللي عطاها السي الحسن فين هي في الواقع؟ لأن الإحساس دابا كاين في السياسة، كاين الأرقام وكاين الكلام وكاين الواقع ديال الناس يتكلم. اليوم أولا خصنا نشوفوا هاد الحكومة شنو هي الطبيعة ديالها. هاد الحكومة اجتمع لها ما افترق في غيرها، وأكبرها أنها ادعت أنها تكونت من 3 أحزاب في إطار انسجام كبير. وأنا تنحيي السي الحسن على الخرجة ديالو، لأنه أنا مزيان تنتظر الخرجة ديال حزب الاستقلال للدفاع على الحكومة. أنا أول مرة تنسمع هاد لا شارج ديال الدفاع، لأنه ملي تنقرا مثلا الافتتاحية ديال النفط الروسي ما تنفهمش فين هو حزب الاستقلال، واش هنا ولا هنا. ولذلك هذه الأولى، إذا هذه حكومة منسجمة عندها كل شيء، عندها الحكومة، عندها الجماعات الترابية، عندها جميع السلاسل. أنا فاش تنتكلم على هادشي ديال الغلاء تنقول هذه الحكومة اجتمعت لها جميع السلاسل، من الحقل ديال الفلاح إلى رئيس الحكومة، عندها كل شيء، عندها كل شيء. ولكن كاين واحد الحالة خصنا نعترفوا، كاين مجهود نعترفوا بأنه عند الرأي العام غير مرتاح، حنا غير مرتاحين. وبدات تخرج افتتاحيات تتقول ودي راه كاين مشكل كبير، أين هي الحكومة؟ تتساءل عن أين هي الحكومة، لأن الحكومة يا إما صامتة وهذا غير مقبول في السياسة، تسكت على النفط الروسي وتجي تقول لي السماء فوقنا الاستيراد حر، من قال بأنه ليس حر؟ السؤال هو هذا النفط واش دخل البلاد ولا ما دخلش؟ وبلومبرغ تتخرج لك الخريطة ديال الاستيراد من النفط الروسي، هو ماشي هو تيكبر، تيجي السيد الناطق الرسمي تيقول لك بقى في حدود 9%. شنو معنى هذا؟ معنى أنه يثبت التزوير. إلا كان النفط اللي جاي عند بلومبرغ تيكبر للمغرب وحنا بقينا في نفس النسب ديال 2020-2021، معنى أنه تغير مصدره، منين جاي؟ هذه الأولى. ثانيا الناس تيسولك ماشي على واش استيراد حر، تيقول لك هذاك النفط اللي دخل ديال روسيا راه مسقف، وراك خلطتيه مع ديال أوروبا، إوا ما تبقاش 12.70 ولا هذا. إذا كاين مشكل، ماشي أولا ماشي السؤال هو واش الحكومة ليبرالية ولا اجتماعية ولا تقطر، سي الحسن ما شفنا قطرة، راه كاين غير الفوق. والدليل وهو أنه هذه الحكومة قانون المالية ديالها اهتمت بالكبار بشكل كبير. ومرة أخرى تنقول لكم سيروا عاودوا قراوا المادة 6 ديال القانون المالية، وغتشوفوا بأنه الشركات ديال المحروقات اللي قانون الإطار تيتكلم عليها ديال الضرائب، تيقول لك هاد الشركات خصها ينبغي أن تعتبروها في احتكار القلة، وجاء مجلس المنافسة وأثبت ذلك في تقريره في غشت 2022. الحكومة ما بان ليهاش الشركات ديال المحروقات، مشات لهذوك الصغار طلعت لهم 10-20 وخلات الشركات ديال المحروقات بدونها. ثم نعطيك مثال آخر واضح، دابا منين تنتكلموا على الحكومة تريد أن تشجع الاستثمار، باش بغيتي تشجعوا الاستثمار راه كاينين جوج ديال الأسس، جوج ديال الرجلين تيمشي عليهم، الاستثمار والمنافسة. هاد الحكومة اهتمت بالاستثمار وبالقانون ديال الاستثمار وخرجت المراسيم ديال الاستثمار، لأنه فيها الدعم ديال المشاريع ديال 50 مليون ديال الدرهم، والدعم ديال المشاريع ديال 2 مليار ديال الدرهم. المنافسة ما زالت تنتظر،
وانا نقول لك ميثاق الاستثمار خرج في الجريده الرسميه نهار 12/12 في الجريده الرسميه رقم 71 51، ومجلس المنافسه خرج في 15/12 71 52 متابعين. الحكومه جابت لنا القرارات ديال المنافسه نهار 26 يناير، وديال ديال ديال ديال, ديال الاستثمار جابتهم لانه هذا يهم الكبار، ولكن المنافسه مازال ينتظر وبالتالي هذه الحكومه ما كاينه قطره. هذه الحكومه تهتم بالكبار، تهتم بالراسمال لانه عندها واحد العله ديال التكوين ديالها. انا ما عنديش حتى شي مشكل مع رجال ونساء الاعمال، بل بالعكس الحكومات السابقه واللي كانوا فيها يعني مجموعه من الاحزاب اهتمت برجال وبنساء الاعمال، اهتمت بهم اهتمام حقيقي وحلت لهم اشكاليه حقيقه. ولكن اليوم كاين ديك السقف لا يقطر المواطن. انا مطيشه ب 16 ومطيشه ب 14، راه مطيشه ب 14 كارثه، ما طلعش لينا 16، واللحم ب 95 راه كارثه، ما تقولش راه كانت غتكون. ثم المساله الاخرى المقصه غير رجعوا ليها وانا مستعد نمشيو فيها في التفاصيل. ثم مساله اخرى هو هاد الحكومه عندها مشكل ديال الصمت، تيخرجوا الفضائح. راه الحكومه في العالم تتكذب، تتخرج تنفي، هذه لا تنفي. الروسي روسيا احنا جالسين تنتسينو، العجول احنا جالسين تنتسينو، الاضراب عن الطعام احنا جالسين تنتسينو، وزير مع يعني تيدير الاشهار لسياره وزير اخر احنا مازال الى الان تنتسينو، تيقول لكم من وزير من من من, من مواطن فقير الى وزير ملياردير، حتى واحد ما تيجاوب. اذا عندها المشكل ديال الصمت، والصمت في السياسه غير مقبول. وعندها المشكل الثاني، عندها العقده ديال الماضي. منين تترجع للماضي يا اما باش تتقول الا وحلت في شي حاجه وما قدتش قدام المواطنين تتقول لهم اللي داروها هما الاخرين. ومنين تتكون شي حاجه زوينه ومشي ديالها، انا نرجعوا للقافي وبالوثائق. القافي ماشي هاد الحكومه اللي دارت، حنا فرحانين وسعداء وكنقلبي انه خص البلاد ديالنا تخرج من المراقبه المعززه، لان تنعرف الكسكسه بدير ماذا يعني القافي. احنا نرجعوا نهضروا بالفرنساويه بحال الحكومه عاوتاني. كتنعرف ماذا يعني القافي، ولكن السيد رئيس الحكومه ملي جاي يتكلم على القافي ولا السيد الوزير ديال الميزانيه ملي جاي يتكلم على القافي خص يقول الله يجازي بخير هذوك الناس اللي خدموا، لانه خطه العمل ديال مجموعه العمل المالي اعتمدت في فبراير 2021، والقانون اللي هو اساسي ومحوري وحاسم في هذه العمليه خرج في الجريده الرسميه في 18 يونيو 2021، والمرسوم المطبق له خرج في 14 غشت 2021. اذا الخدمه كلها دارت في 2021 ودارت ونحن ننتظر الانتخابات، وكان كنا عارفين بان الامور ماشي هي هذيك، ماشي مزيانه، ومع ذلك كنا خدامين على البلاد. اذا هذه العقده هذه خصها تفك منها السلبيات للحكومه السابقه ملي تكون شي حاجه ايجابيه. واذكروا موتاكم بخير. شكرا سياد. شكرا. في البدايه انا بغيت نشكر مؤسسه الفقيه التطواني على هذه الاستضافه وعلى مساهمتها في توسيع النقاش العمومي. ما يفوتنيش ايضا بمناسبه 8 مارس انني نحيي المراه المغربيه اللي تتساهم في بناء هذا المغرب المتجدد. الا سمحتوا لي انا اولا باسم التجمع الوطني الاحرار بغيت نشير لواحد جوج نقاط مهمه. النقطه الاولى اللي تتجي في خطاب بعض الفرقاء المعارضه هو ان حزب التجمع الوطني الاحرار بحلفائه تيسير الشان العام بنفس تفاؤلي حقيقه، ولكن بتواضع كبير، لان خصنا ما نزيدوش على راسنا في المسائل ديال مصلحه الوطن. وتدبير الشان العام هو مجال لابتكار وابداع الحلول، والحلول يمكن تجبدها حكومات ماضية، حكومات حالية، حكومات مستقبلية، ولكن ماشي أي واحد، ماشي مجال لاستعراض العضلات ولا لجنون العظمة ويقول إما أنا ولا ما كاين والو. والملاحظة الثانية بالنسبة لهذا هي كاين واحد التوجه تنلاحظوا أنه شبه مدروس لشيطنة حزب التجمع الوطني الأحرار وقيادته، وهذا الشيء ماشي عاد جديد دابا، راه من الولاية السابقة خاصة من إخدا سي عزيزة خدنوش رئاسة حزب التجمع الوطني الأحرار، وزادت جرعة هذه الشيطنة من تولى زمام رئاسة الحكومة.
إذن هذه قبل كان خصني نبدا نقولها قبل ما نبدا الحصيله. الحصيله باش نهضروا على الحصيله خصنا نشوفوا شنو لقينا سي الازهر. انت تختلف معايا ديما تقول لك خصنا ما نرجعوش للور، لا خصنا نرجعوا للور. لان شنو لقينا ونقولوها للمغاربه ونقولوا الواقع اللي لقينا. اللي لقينا هذه الحكومه شنو لقات؟ لقات اقتصاد وطني منهك بتداعيات الجائحه، لقات بطاله مرتفعه، لقات اصلاحات وتشريعات اللي في الرفوف من سبيل ميثاق الاستثمار اللي بقى 10 سنوات وفيه 60 فيرسيون ولا 70 ولا ما عرفناش بالضبط شحال. لقات واحد البنيات التحتيه اللي تضمن الامن المائي متخلفه ما جاتش تخلفات في التشييد ديالها. لقات واحد التاخر في تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه في التغطيه في التغطيه في التغطيه الصحيه. لقينا 8000 وغادي نجي ونقولوا شنو الحكومه اللي دارت في هذا المجال. باش نهضروا على الحصيله غادي نوزعها على ثلاثه المحاور. المحور الاول هو المحور الاقتصادي، المحور الثاني هو المحور الاجتماعي، والمحور الثالث هو المحور المالي باش نجيو للكافي وهاد المسائل اللي السي الازمي تكلم عليها. بالنسبه للمساله الاقتصاديه، جات الحكومه ودعمات قالها السي الحسن حداد القطاع السياحي بجوج فاصله جوج مليار ديال الدرهم، لان هذا قطاع حيوي كان منهك بالكوفيد ومشغل. عاونت القطاع الفلاحي ب 10 مليار درهم لانه قطاع حيوي مشغل ولانه تفهم الفئات في الارياف في القرى والفئات الهشه. جات ايضا بميثاق الاستثمار تكلموا عليه واحد شويه. هذا ميثاق الاستثمار تشريع مرين محفز على التشغيل وجا بواحد النظام اساسي للدعم. المستويات ديال التنزيل ديالو كانوا جوج، اولا التشريعات النصوص التشريعيه التنظيميه خاصة في نظام الدعم الأساسي راه خرجت اليوم، راه خرجت اليوم، والتخصيص المالي لهذا الدعم راه كان في قانون المالية ب 3.3 مليار ديال الدرهم. ثانيا في الميثاق التزمت الحكومة بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك وتسهيل تمويل الولوج للعقار وإلى التمويل. وأخيرا هذا ميثاق الاستثمار جاء باش يحيد الفوارق المجالية بين الجهات وداخل الجهات، باش يكون شي اقليم بحال اقليم بولمان اللي تنتمي ليه انا والسي رشيد الحموني اللي ما عندوش وحدة صناعية وحدة يكون عنده واحد التمييز ايجابي باش يجي له الاستثمار. في المجال الاجتماعي المحافظة على القدرة الشرائية بزاف الامور تكلم عليها السي الحسن حداد بالارقام ما نعاودش نرجع ليها، ولكن نهضر غير على مؤسسات الحوار الاجتماعي اللي كلف الفاتورة ديالو كلفات 8 مليار درهم فيها 2.4 لواحد الاصلاح اللي ما تيعجبش السي الازمي ديال ليغ اللي تيقول لك قليل 2.4 واخا الحكومة ديالو ما دارت حتى شي حاجة لا قليل ولا كثير. ونهضروا ايضا على المسائل الاخرى ديال المحافظه على ديال القدره الشرائيه، منها هذا الشيء ديال النقل، منها هذا الشيء ديال 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 صندوق المقاصه 37 مليار ذاك العام، فيها 16 مليار بمرسوم وفيها وهذا العام 26 مليار ديال الدرهم، والاصلاحات التشريعيه اللي جات في المنظومه الصحيه وفي التعليم. هذا الاحساس ان مازال هذه الامور بطبيعه الحال، هاد الاحساس اللي تتقول السي الازمي علاش ما كاينش النتيجه عند المواطن؟ لان التركه غادي خصها واحد الوقت وواحد الزمن باش تغير. هذا هو اللي تيجعل ان الاحساس ديال هادشي اللي تنقولوا حنا مازال ما وصلش للمواطن. نوصلوا الان للميدان المالي. الميدان المالي اولا وانت السي الازمي سيد العارفين كاين خصنا نكونوا عندنا الشجاعه ان نصفقوا على الحكومة اللي ما مشاتش القانون مالي تعديلي، واخا المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب بها. رغم أنها ما وقفاتش الاستثمار بحال حكومة بن كيران، بحال أنها كانت عندها هاد المصاريف الاستثنائية كلها وحافظت على العجز في واحد النسبة أقل مما كنا تنذكروا فيه لما كنا تناقشوا ميزانية 2022 وأقل من ميزانية 2021. ثانيا هذا الشيء ديال الكافي فعلا راه من 21، ولكن التفتيش ديال المجموعة المالية إمتى كان؟ المنظومة المالية كلها ماشي غير الحكومة، خصنا نعترفوا بأن عندنا واحد المنظومة مالية فيها الأبناك، مؤسسة التدبير، فيها المؤسسات الرقابية، كلها ساهمت بأننا
المملكة المغربية تخرج من هاد المتابعة المعززة ديال الكافي المنطقة الرمادية. وهاد المنطقة الرمادية هذه هي اللي مكنتنا أسبوعين بعد ذلك من أن الخزينة تصدر خزانات سندات بجوج فاصلة 5 مليار ديال الدولار بفائدة بأي سعر فائدة، خصنا يسمعوها المغاربة اليوم بسعر فائدة 5.95%، في حين أن دول أخرى مصر تسلفات في السوق الدولي ب 11%. هذا الشيء اللي خصو يسمعوا المغاربة، وهذا الشيء خصنا نصفقوا ليه الحكومة الحالية. ثانيا في نفس الإطار ديال المالية كاين المخرج، بغيت نقول المخرج ديال هذا الشيء، المخرج ديال هذا الشيء هو أن المغرب اليوم عنده سيادة ديال القرار الاقتصادي ديالو، وبالتالي سيادة ديال القرار ديال القرار السياسي ديالو، ماشي بحال شي دول اخرين اللي خصهم يفهموا المغاربة. تونس الإفيمي مازال ما بغاش هذا الإفيمي بعدا اللي غادي يعطينا السي الازامي 5 مليار ديال الدولار. لا تذكرك تذكرك اللي هذا الإفيمي اللي غادي يعطي 5 مليار ديال 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 الدولار ديال الخط الائتمان المارين اللي ستاخذوا غير الدول المتقدمه، راه مع تونس ما قبلش يهضر معهم على ان باس، على واحد التقويم هيكلي اللي بالنسبه للمغاربه كابوس ولا في الزمن الغابر. ومصر ايضا اللي عندها قد المغرب في احتياطات العمله الصعبه 35 مليار ديال الدولار، 30 مليار دولار من هذوك ال 35 هي ودائع في البنك المركزي ديال ابو ظبي والسعوديه. واش هاد الدول باقي عندها سياده القرار الاقتصادي؟ تذكروا لكم الجواب. صافي ساليت. ها الغلاء تضخم تضخم ها كاين تضخم كاين. شكرا سي بوبكر رفيق الأمين العام، سيدات النائبات، سادة النواب، رفاق الإخوان الحاضرين، إخوان الأخت الصحفية، إخوان الصحفيين، الأخ محمد شوكي، لأن سي حداد قال غير الأخ الأزامي، أنا غادي نقول غير الأخ شوكي. لا مشيت أرطغرل كنضحك. السيد الوزير سي حداد، السيد الوزير سيد الأزامي، مساء الخير. أنا جد سعيد أن أتواجد معكم في هذا النقاش، وكذلك لابد من الشكر لمؤسسة الفقه التطواني اللي أصبحت في حقيقة رائدة في إثارة مواضيع النقاش العمومي اللي في ظل انكماش الحوار الديمقراطي ولا سيما في الإعلام العمومي. يعني أصبحتم بديل لبعض المفروض على أن يفتح هذا النقاش في وسائل الإعلام العمومي، ولكن هذا دليل على أن الحمد لله بلادنا يعني كاين فضاء ديال الحرية وديال التعبير، واللي يتيح لنا والجميع الفرص والفرصة في النقاش. وهذه مناسبة باش نعترفوا جميع المناضلين، الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية، على الكفاح ديالها والنضال ديالها في الوقت اللي ما كانش كيقد بنادم يشري حتى الجريدة. اليوم الحمد لله بفضل النضال ديال الأحزاب الديمقراطية والتقدمية اليوم تحققت هاد المكاسب، لكن مع الأسف هناك من يعتبر أن الحديث في الشأن العام هو مجرد طرف فكري أو مجرد لغو، لكن في الحقيقة الفضاء الديمقراطي يتعين أن يكون فيه العمل والاقتراح وكذلك إنجاز الأوراش، وكذلك ينبغي أن يكون مناسبة للتعبير والتفسير والنقاش والاختلاف. على الحكومة أن تتواصل لكي تدافع عن التوجهات ديالها والحصيلة ديالها طبعا، ولكن ينبغي كذلك أن يكون التعبير والتفسير والنقاش والاختلاف. أصبح الاختلاف يزعج البعض، لأن الحكومة طبيعة الحال لها إنجازات لها إخفاقات، ماشي عيب،
المعارضة لها اقتراحات، ولكن في إطار النقاش يمكننا نوصلوا لبعض الأمور لخدمة الصالح العام. لكن المجتمع الصامت هو مجتمع ميت لا يتطور، خص النقاش بأن باش يحيا هاد المجتمع. لذلك أنا أتوجه إلى الحكومة أن تكف على إنكار واحد المبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، وهو التعبير والكلام. لأن هذه المقولة نحن نعمل ولا نتكلم هي مقولة ضد الديمقراطية، لأن هي ستقتل يعني الفضاء الديمقراطي، وكتحرم الفضاء من التعبير ومن النقاش ومن الحق في المعلومة. وهنا أنا كنناقش معكم طبعا انطلاقا من موقع مواقف هي الحزب التقدم الاشتراكية اللي أنا معتز بانتماء إليه وبالمرجعية دياله، واللي ساهم أكثر من 55 سنة في المعارضة، يمكن تقريبا 20 سنة في اصطفاف إلى الأغلبية، واللي اصطفينا في الأغلبية ماشي دابا، من 2019 كنا في الحكومة وتواحد ما جرى علينا، لكن كان قرارا مستقل لحزب التقدم الاشتراكية للاستفاف في المعارضة، بمعنى أن الحكومة دائما أو لا في المعارضة لا تهم حزب التقدم الاشتراكي، يهمه هذا النقاش الديمقراطي الحقيقي اللي تكلمت عليه في الأول. ومنين كنناقشوا من منطق المسؤولية، من منطق الاقتراح، من منطق التجويد، وليس من منطق الهجوم على أشخاص أو أفراد. لكن البعض عندما نقول حكومة فلان دائما الأنظار أو الكاميرات كتمشي لواحد الشخص، هذه ما تفهمت ليش، ما عمرها كانت، دائما كنمشي خصوصا الحزب واحد. احنا بطبيعة الحال في هذه المدة اللي قلنا ديال 20 سنة كنا جزء، لأن شاركنا في الحكومات، كنا جزء من الانتصارات ومن يعني ما تحقق، وكنا جزء من بعض الإخفاقات، واليوم نحن جزء من المستقبل وإشراف المستقبل باقتراحاتنا. هذا هو حزب التقدم الاشتراكي، ومن هذا المنطلق أناقش يعني المواضيع اللي تم التطرق إلى اليوم. احنا اليوم بطبيعة الحال أمام واحد الحكومة اللي انباثقت انتخابات، اللي لابد باش نعترفوا بأن الدولة دارت مجهود كبير، لأن كانت انتخابات جماعية مع برلمانية لأول مرة في التاريخ، واللي تفرزت بطبيعة الحال وعطاتنا ثلاثة ديال الأحزاب، لكن ما ننساوش كيفاش دازت الحملة وما شابها من وسائل غير مشروعة من المال في أثناء الحملة وقبل الحملة. وهنا لا ما غاديش نذكر لا حزب ولا اسم ديال مرشح، ما دام كل واحد كيعرف كيفاش نجح، والمغاربه كيعرفوا كذلك. اليوم حنا بطبيعه الحال قلت قالت سي حداد بان بعض الارقام مزيان، ارقام اللي قلتي سي شوكي، قالك جات لقات هذه الحكومه خصنا نشوفوا شنو لقات. فين كنتوا سي شوكي؟ حزب التجمع الوطني الاحرار معاهم ولا ماشي معاهم؟ كنتوا معاهم، جينا راه بحال هادشي في البرلمان. جات هاد الحكومة وقالت خصنا نشوفو شنو لقينا. كنتو شادي القطاعات الإنتاجية كلها، كنتو شادي المالية، كنتو شادي الفلاحة، الصناعة، هاد الارقام اللي كتقول البطاله، شكون غادي يساهم في البطاله؟ توكس شادي القطاعات الانتاجيه كلها المهمه. الغلاء اللي كنعيشوه اليوم، مخطط المغرب الاخضر شكون كان شادو؟ اليوم الصادرات اللي ضربت في 5 من 2012، من 2000 الى قارنا مع 2012 حتى 2021 ضربت في 5، كلها مشات لبرا. علاش؟
لان كان من الاهداف ديال المخطط المغربي الخضر طبيعتها الرفع من الانتاج. ما عمرو هضر على الاكتفاء الذاتي، ما عمرو هضر على الحفاظ على الموارد المائيه. وراجعوا المخطط المغربي الخضر، اليوم الفرشه المائيه كلها مشات، الصادرات بطبيعه الحال اللي ارتفعت، شنو ربحنا؟ نسبه النمو ارتفعت، نسبه البطاله هبطت، وكان غير هاد الصادرات عطاتنا شي حاجه، مشى لنا المال ديالنا. وردينا المغاربه عبيد، لانه عامل واحد في الفلاحه برا كيتخلص ب 9 دولار في الساعه، وعامل مغربي كيتخلص ب 9 دولار في النهار. يعني عامل برا كيساوي 9 العمال، هما اللي نتجوا هذيك الفلاحه وصدروها، هما اللي هذا المخطط هو اللي استنزف المياه. لا زيد داكشي اللي سكتني على رقبتكم. وهذا المخطط المغربي الخضر اللي كان وصلوا انا عارف شي حاجه، ما كاين مشكل. لا بقات لي غير مساله ديال الغازوال اللي ذكرت ديال روسيا. كما انا قلت بان الحكومه يجب ان تتواصل، هذا شيء خطير اللي تقال، ماشي حاجه سهله. هذا سؤال دستوري برلماني توجه وتنشر في وسائل الاعلام، يتهم ان هناك تلاعبات في الفواتير ديال لا غير نكملها، غير نكمل الفكره. والسيد الناطق الرسمي باسم الحكومه سولوه، مشى كيعطيهم طلعت ب 10. لا انا اعطيني واش كاين تزوير، واش كاين بان هذا الشيء كيدخل. وللاسف ان كل شيء ملي كيقول هذا الشيء كيجي كيمشي لافريقيا واخنوج. انا نقول لكم وتحمل مسؤوليتي، شركه اجنبيه تشتغل في المغرب جابت من روسيا وعندنا معطيات فوق السرجات وفين خواتو داتو لفرنسا، مالكم ما كل داتو لفرنسا. وانا اتحمل مسؤوليتي تبييض الاموال. شكرا. ومازال هذا الشيء غادي نرجعوا له النقاش ونعطيك المعطيات. هذه 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 دقيقه ونص، ها هي اضافيه لكم في اطار الحصه. ربما مواصلة للسؤال اللي طرح السي رشيد، بغينا السي شوكي تقول لنا واش التجمع في الحكومات السابقة كان محاصر، كنتو شادين القطاعات الإنتاجية كاملة، بل أن الجوهر ديال الحكومة والركن الركين ديال الحكومات السابقة كان هو التجمع الوطني الأحرار، بكاريزما ديال الرئيس ربما تفوق حتى كاريزما ديال غير نذكركم في إطار تنظيم اللقاء، عندكم 25 دقيقة الآن، هي مفتوحة. واحد الكريدي مسترسل استعملوا منه ما تريدون. حنا ملي تنقولوا سي جلالي ملي تنقولوا الحكومات السابقة، راه الدستور واضح، المسؤولية الدستورية عند من راها باينة، عند رئاسة الحكومة. ثانيا العمل ديالنا في هذه القطاعات اللي كلها يعني اللي ذكرها السي الحموني ولا تذكرها انت، النتائج والنجاحات ديالها راها باينه. وحتى وانا قلت في المدخل ديالي ان الحزب التجمع الوطني الاحرار يقود الحكومه اليوم وتيتعامل بهذا الشيء واخا بحس تفاؤلي بتواضع، والحجم ديالو الانتخابي كان دائما يعني الحجم ديالو التمثيليه ديالو في الحكومات السابقه وعلى مدى التاريخ كانت في نكران للذات كانت لا توازي حجمه الانتخابي ولا السياسي. اذا هذا الشيء حنا ملي تنقولوا الحكومه الدستور راه واضح، المسؤوليه الدستوريه عند من تتكون. بغيت الا سمحتي لي واحد الدقيقه، لانه فيها رئاسه الحكومه السابقه متهمه. لا ما فيها، كيفاش تجاوب على راسها؟ لا ولكن الدستور سي لا تشوف الدستور راه واضح في هذه المساله. لا خليني نكمل. هذه النقطه لابد ان نفصل فيها. لا يمكن ان تمر. علاش ما يمكنش؟ لا يمكن. علاش ما يمكنش؟ لا ما يمكنش. شوف واش هذا ماشي هو الدستور ديالنا؟ لا هذا هو الدستور الذي اتفق عليه كل المغاربه.
المغاربة المسؤولية. شوكي عندكم مشكل أخلاقي كبير. لا 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 اسمح لي، لا أنا هو اللي ما ندوش هذه. لا أنا هو اللي ما ندوش هذه، اسمح لي. اسمح لي، لا اسمح لي، هذه أنا اللي ما ندوزهاش. أسي شوكي، لا 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 اسمح لي، لا غير اسمح لي بكل هدوء. جيتي قلتي لنا في الأول، قلتي لنا في الأول واحد المجموعة ديال المقدمات ديال التواضع. جيد، مباشرة بعد التواضع قلت لنا شنو لقينا، ما خصكش تقول شنو لقينا. لا علاش؟ خصك تقول شنو خلينا. غير صحيح. خصك تقول شنو خلينا. أنا فسرت، أنا شرحت. لا في الحكومة لا اسمح لي، غير معقول. لا غير، لا هذا هنا أنا شرحت. غير معقول هذا الكلام. لا أنا مني أنا شرحت علاش رئاسة الحكومة. الحكومة مسؤولة والوزراء مسؤولون. كل واحد أنا ما وقفتوش فاش كان في شنو لقينا، خليته في 7 دقائق ديالو. دابا رحنا في واحد الفترة حسنا ينبغي أن نحرر فيها موقع النزاع. لا شوف، ما كاينش شنو لقينا، شنو خلينا كاملين. تهرب من المسؤولية ديالك، قلنا نتهرب. لا نتهرب. نحن لا نتهرب. ولكن لقيتي سيد الرئيس، أرجوك سيد الرئيس، أرجوك. ما يمكنش تقول لي كاين التواضع وفي نفس الوقت تقول شنو لقينا. شنو لقيتي؟ لقيتي المغرب مزوهر ودابا رحنا في كارثه. لا غير صحيح. ما طيش ب 4 درهم، دابا ما طيش ب 14. لقيتي اللحم ب 65 درهم، دابا اللحم ب 100 درهم. ارجوكم اخي، الا بغيتي نقول هذا الشيء تقول لي. لا لا بلاتي ارجوك. لقيتي المغرب مزوهر. لا غير صحيح. لقيتي الميزانيه تديرها فين هي الميزانيه اللي تديرها؟ بحال اش ديرها؟ شنو درتي؟ شحال تدير من محمد؟ ارجوكم ارجوكم سي ازمي. لا الا بغيتي نتناقشوا المعقول وبالتواضع نتناقشوا. بغيتي نشوفوا حنا شكون كان رئيس الحكومه وشكون كان وزير الداخليه. حنا هذا هو، انا عطيت الفكره. ما كاينش السي الجلالي. حنا هذه قراءه مبتوره للدستور وقراءه خاطئه. هذه هي القراءه الوحيده للدستور. ما غاتستفدنا حتى حاجه. الله يخليكم. لا بلاتي، الله يخليكم. لا ضمان، الله يخليكم، الله يخليكم. انا اللي كنسير الجلسه ضمانا لحسن سير المناقشه. راه كل واحد عنده الحق يهضر، وثانيا الا هضر شي واحد راه عنده الحق الرد الاخر، راه عنده الحق. سي ازمي، في اي وقت اتيحت لك الفرصه رد. صافي ماشي مشكل. تفضل سي شوكي، تخلي يكمل. انا بغيت نهضر. انا خلي بعد هذا التوضيح هذا السي الجلالي على هذا الشيء اللي كنا تنقولوا وعلى حزب التجمع الوطني الاحرار. يعني بكل نكران ذات حنا كنا تنقولوا، كنت نقول انه في حكومات سابقه كان يبا الا ان يساهم بحجم بتمثيليه اقل من حجمه السياسي، وما عندنا حتى شي مشكل في هذا. وبالعكس بالعكس بالعكس خليني الله يخليك، ما تخليونيش نكمل. انا بغيت اذا هذه هي الفكره ديالنا ملي كنا تنقولوا هذا الشيء. وحنا عندنا ما يمكنش ما نهضروش على هذا الشيء اللي ما اتفقش معايا السي الازمي فيه، ديال شنو لقينا. لان ما تتبغيوش ترجعوا اللور، ودائما انتم تقولوا ما نرجعوش اللور، ما ترجعوناش اللور. المعارضه كلها اليوم تتقول ما ترجعوناش اللور. لا سيدي، هذاك تنبنيو على داك الشيء اللي كان. بغيت انا الا سمحتي لي في هذه النقطه نرد على السي على على على, على, على السي رشيد الحموني. صمت الحكومه ربما ما كاينش. تواصل الحكومه والوزراء ديال الحكومه غادي نقول لها بدون يعني سون لونغ دو بو، كاين تفاوتات كبيره. وحنا في الاغلبيه تنبهوا للحكومه وبعض الوزراء ان خص يكون التواصل. الصمت ما خصوش يكون. انا غادي نجاوبك على الغازوال الروسي. اولا بعدا المعطى ديال الارقام اللي بدات تتداول، الارقام اللي تتداول سولوا اي واحد تيفهم في المازوت، ما يمكنش يكون شي فرق بين غازوال ديال روسيا في اطار هاد التسقيفات اللي هضرتوا عليها بجوج السي العزمي وخلال انت اللي تكلمتي عليها ولا انت. فتره التسقيفات اللي كاينه، التسقيفات راه واضحه لا في الميريكان ولا في هذا، واضحه الاثمنه ديالها. ما يمكنش يكون يتعدى الغازوال الروسي الفرق واحد 50 سنتيم على ابعد تقدير. داكوغ. والشركات، نكمل لك الا سمحتي، والشركات المغربيه المستورده يصعب عليها التوريد، لان الابناك المغربيه المراسلين ديالها اللي يعطيوها الدوفيز الاوروبيه هي الابناك الاوروبيه اللي هي تتخاف من العقوبات بسبب الحصار، رغم ان المغرب هو ما غير معني بهذا. فعلا
فعلا السي رشيد، كاينه شركه اجنبويه واحده معروفه هي اللي كتجيب النفط الروسي، نسميوها لا نسميوها هي شيل، هي شيل اللي هي شيل، لان الشركه الام ديالها، الشركه ديال الام ديالها سميتها فيتول، وصلب المعاملات ديالها اللي كاين واحد اللوبس ديال هذاك في البحر، لان صلب المعاملات ديال فيتول والخدمه ديالها هو لو تريدينغ، هو المضاربه في لي كوموديتيز، يعني السلع، السلع والمحروقات. وهل تتخيلون السي رشيد ان هذه الشركه الاجنبيه غادي تخلي شركتها التابعه المغربيه هذيك لامارج، حتى لو كانت، لو فرضنا جدلا ان هذيك لامارج هذيك الشركه الاجنبيه غادي تخليها للشركه الام؟ لا لا، غير معقول. وانا تنقول لك في هذا الخدم هضرت مع ثلاثه ديال المتعاملين، شركات وطنيه مسؤوله وفيهم وحده اجنبيه، تيلتزموا كاملين ديال الجي بي ام، تيقول لك جيبوا لنا هذا البترول الروسي بهذا الثمن غدا نحطوه في البومبا بداك الثمن. وخليني نكمل. شوف دابا هادشي اللي قلتي لنا مزيان، علاش جا السيد الناطق الرسمي تيقول لنا الاستيراد حر؟ لا لا، وانا كمل، علاش ما جاش قال هاد التفاصيل هذه؟ انا مع بلادي، انا مع بلادي، وانا نكمل لك. ويجي الناطق الرسمي الله يخليك، انا نكمل لك، انا نكمل حتى نجيو للمؤسسه الفقهيه التطواني رحمه الله، عاد تعطينا. الله يخليك السي الازامي، الله يخليك، الله يخليك السي الازامي، الله يخليك. الا سمحتي، الا سمحتي في هذه النقطه هذه بالذات، انت كنت عندك مسؤوليه وتتعرف سابقه ان الاستيراد حر، ولكن شنو اللي ربما بغى 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 يقول؟ ان الشركات المستورده راه القطاع محرر من 2015، والشركه التوزيع المغربيه راه تجيب البترول منذ ازمه المحمديه الفيضان والفينا والسي ايتمنى والحريق ديال لاساميخ من 2002، وحتى شي واحد. الاستغراب اللي تنستغرب اليوم هو ان حتى شي واحد ما كان تيسول واش هاد الشركه تجي من روسيا ولا من امريكا ولا من اوروبا ولا الثمن كان حر. كيفاش الثمن كان حر؟ السؤال اليوم هو البترول الروسي ب 60 ولا لا؟ ماشي في التسقيف ديالو، التسقيف ديالو، اما السوق راه هو حر. واش دابا واش عمركم سولتوا انت ملي كنتيو في الماليه، واش عمركم سولتوا شي شركه مستورده بشحال تجيب؟ المعادله ليكواسيون دا ديكواسيون راها محطوطه من 1997، ومني اختفت لاساميرا الجزء الثاني ديال التوزيع اللي بقى راه باقي تيتعاملوا بها اليوم، هي هذيك اللي تيتعاملوا بها اليوم، وانت عارف هذا الشيء وانت جاوبتي عليها من الاخر. خليك شويه من الاخر. هذيك الشركه الافريقيه اللي كان رئيس الحكومه عزيز خنوش مرتبط بها لما كان فاعل اقتصادي راه ما تجيبش البترول الروسي. سي سي ها ويمكن يسمحوا لي شويه. شكرا مؤسسه الفقيه التطواني. انا بصراحه النقاش احتد قبل ما نبداو نطرحوا الاسئله، يعني يمكن وقيلا يمكن نغيروا الاماكن ديالنا مع الجمهور ونتابعوا النقاشات. بصراحه احنا بغينا نطرحوا اسئله يعني موجهه ودقيقه من اجل الفهم، ويعني والراي العام يطالع. يعني في الحقيقه هذا الموضوع ديال الغاز الروسي، يعني المعطيات فيه يعني اللي تحدث عليها يعني الوكاله ديال بلومبرغ هي معطيات يعني دقيقه، يعني فيها ارقام، يعني تقولوا بانه في يناير وفبراير راه وصل 3.2 مليون برميل. هذا الشيء اللي لا ما كيقولوا بان الدول شمال افريقيا في الوقت اللي كاين الحصار على الغاز او الغاز الروسي او الغاز الروسي الاوروبي. لا لا، هذا كنقول لك انا الارتيكل من بعد غتجاوبنا. خلينا نطرح سؤال. تيقولوا بان دول شمال افريقيا يعني ولات واحد البديل ديال يعني الاستيراد، ولكن في نفس الوقت بحال واحد المنطقه عبور. فانا السؤال ديالي، واش هذه المنطقه كتتم على مستوى المنطقه الحره ديال طنجه، يعني ما تيدخلش المغرب، يعني تبقى هذا واحد التجاره في المنطقه الحره كيجي وكيعاود يمشي لاوروبا، واش هذا الشيء كيتم بهذه الطريقه هذه؟ ممكن توضحوا لنا هذا الامر؟ كنجاوب واحد القضيه بعدا اللي خصنا نعرفوا، البترول الروسي ولا الغاز الروسي غير محظور، كاين مسقف. يعني ما معنى مسقف؟
دابا للولايات المتحده ولا الدول الغربيه قالوا بانه الا حضرناه غادي يكون واحد النوع من الاضطراب في السوق ديال البترول. اذا شنو غنديروا باش روسيا ما تستافدش اكثر باش تمول الحرب على اوكرانيا؟ غادي نديروا واحد السقف. شنو هذاك السقف؟ $60 للبرنت اللي خام، ونديروا $750 للطن ديال المكرر. شحال تيدير دابا المكرر في 850؟ اذا نقصوا لي $100، هي اللي كترجم لهذا الشيء اللي قال السي محمد ب 10 سنتيم، 10 سنت باش بقات 2000. هذا هو اللي تيقولوا. اذا اي واحد يمكن له يشري هذاك البترول الروسي، اي واحد يمكن له يشري. هذه الاولى بعدا اللي نعرفوا. المغاربه الشركات البتروليه المغربيه ما يمكنلهاش تشري، راه قال السي محمد، لان عندها عملاء ديالها في اوروبا، هذوك ما تيتعاملوش مع روسيا، اذا ما كاينش هذه المساله. الشركات الاجنبيه يمكن لها دير هذه، كيفاش ديروا؟ ديروا عن طريق الشرق الاوسط، كاين ابناك تما اللي يمكن لها تتعامل معها. هذا ما فيه حتى شي حاجه غير قانونيه. اللي تار الضجه ماشي واش شراوه ولا ما شراوش، يشريوه ويدوزوه من المحمديه ولا يدوزوه من 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 من, من طنجه، هذيك راه قانونيه. اللي كاينه اللي قال لك سيدي راه بالدرهم و70 درهم و70 سنتيم، هذا هو المغالطه اللي كاينه ديال الشعب المغربي. المغالطه اللي كاينه دابا حاليا هو تيقول لك شراوه بدرهم و70 وتبيعوه ب 12 درهم للمغاربه. هذا هو فين كاينه المغالطه. ما شراوش بهذاك الثمن، شراوه ب $750 لسميتو، بينما اللي موجود 850. يعني الا شريتي شي نفط اخر 850، ولا شريتي وبلاتي عبد الحق بلاتي نسال زيد لا دابا عندك السقف، شري اللي بغيتي، شري دابا شوف. هي بالنسبه للنفط الروسي، النفط بلاتي زعما خلينا غادي انا غنجاوب 750 ما يمكنلوش يزيد اكثر منها. بغيتي تهبط لتحت براسك، ولكن الا بغيتي تشري النفط الروسي هذا هو باش كيمكن لك تشري. ولكن فيه اشكاليات لانه خصك تجيبو، وفيه مثل ما غدوش من الابناك الاوروبيه، وفيه ليزاسيورونس، فيه الى غير ذلك، فيه واحد المضايقات كبيره. ولكن كاينه شركات كبيره عملاقه عندها من اللوجيستيك والامكانيات باش يمكن لها تشري. فاش كدوزو لشيمينا بحال المحمديه ولا غدوزو لطنجه، راه هذيك مساله لوجيستيكيه، غتجيبو لتما لوجيستيكيين وتبيعو لشي دوله اخرى الى غير ذلك. هذا هو اللي كاين. ولكن الإشكال الحقيقي اللي مطروح الآن، وهو أنه كاين مغالطات ديال الشعب المغربي تيقولوا بأنه شركة تشري بدرهم و70 وكتبيعوا المغاربة ب 12. هذا باطل أريد به باطل، باطل أريد به باطل، تغليط ديال الشعب المغربي. هادو تيقولوا ما كايناش مسؤوليه، ما كاينش حس ديال المسؤوليه، وما ضابطينش الامور. اللي بغى يدير هادشي يضبط الامور ويضبط شنو هو كاين في السوق ديال البترول. ولكن الا سمحتي لي سي حداد، في هذا السي تفضل. باش من نهيجوش على واحد النقطه ما كايناش هذه القضيه ديال شي واحد مسؤول او حزب مسؤول تيقول بان هاد الديزل الروسي تيدخل بدرهم و70 وتيتباع ب 12، هذه ما كايناش. باش ما نهولوش وننفيو شي حاجه ما كايناش. لا 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 تنتكلم لك على خليني مشي واحد لا ما عندوش مسؤوليه. شوف الاحزاب تتحدث بوضوح. انا تنقل لك المشكل في الثمن ديال الغاز الروسي، وانا نعطيكم ها هو بلومبرغ ياك شتي هاد لا بوند اللي هي رماديه في يناير 2022 صفر. شوف هذه كيفاش ماشيه وتتكبر على حساب هذوك الاخرين اللي تنجيبو. دابا بلومبرغ شتا تقول لك؟ تتقول لك هاد الشيء هذا اللي دخل المغرب، دخل النفط الروسي للمغرب، دخل جاي والبلومبرغ وما ادراك ما بلومبرغ. حنا من جهتنا ما باين ليناش النفط الروسي في المغرب. اذا يا اما تيتصدر خص الحكومه تقول يصدر، واما دخل بالتزوير خص الحكومه دير التحقيق. يعني شوف انا نشرح لك السي حسين. شوف انا نقول لك واش تتعرف بانه دابا حنايا عندنا ما يسمى بالاتفاقيه ديال التبادل الحر مع اوروبا ومع امريكا. تتعرف بانه لو ديتورنومون دو ترافيك معروف في التجاره. تتعرف بانه كاينين شركات تيجيو السلعه تيجيبوها لاسبانيا وتيدخلوا عليها واحد شي حاجه باش تترجع اوروبيه المنشا، في حين انه جايه من الصين الى جات بالمغرب غتدخل. هادشي معروف في التجاره، هادشي معروف. وبالتالي انا ماشي تنقول لك كل شيء ممكن. شوف التصدير ممكن، التزوير ممكن، والثالثه الا كان ما كاين لا تصدير لا تزوير، هذاك الدخل خص المواطن يستافد منه. ماشي تنقول لك غتبيع لي الديزل بدرهم و70 السي الحسن،
هذاك هذاك مسقف في 60 والاخر تيدخل ب 85 خلط وبيع للمغاربه ما تبيع لهمش ب 12.70 بيع لهم ب 11 هذا هو خلط بادريس ديس غير بين قوسين اسمح لي اسمح لي اسمح لي انا نقول لك شنو اللي جرى لا لا هل يجرى لا هل يجرى دابا نقول لك واحد القضيه انت عندك دابا شركه عملاقه شال ولا اكسون موبيل ياك كتمشي تتشري النفط الروسي فاش هذيك تتبيع العملاء ديالها هنايا ما كتبيعوش لهم منخفض لا بلاتي يعطيني خاطرك ما كتبيعوش لهم منخفض تتبيعوا لهم باش ما كيتباع اذا هذيك بلاتي ولا بغيتي تسمعني واسمعني بعدا اسمعني بعدا نقطة شتي لا هاد السطوال لا هاد السطوال هو دليل على انه الحكومة غايبة منين يكون هاد 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 النخبة السياسية والنخبة الصحفية مازال ما عندهاش وضوح كيفاش بغيت المغربي يكون عنده سهل ليس هناك وضوح راه وضحنا دابا راه شرحتو الله يجعلنا نفهمو تحت واش كل واحد بغى ياخذ الكلمة راه محتارمين النقاش وادبي النقاش ولكن راه ما غندير الفوضى الله يجازيكم بخير عاونونا على إدارة هذا النقاش بشكل تفضل سي حموني تفضل وأنا اللي ترت هذه النقطة ولكن مشيت بعد لقينا البترول راه عندي الخبراء في المغرب تبارك الله ثلاثة وليت وكل شيء كيطير كيفاش كيتصدر وكيفاش كيطلع أنا ماشي دو السؤال ديالي خبراء وليتوا كتفصلوا كيفاش المغاربة ماشي باغيين يفهموا هذا الشيء كاين سؤال كتابي يتهم اتهامات خطيرة في سؤال دستوري فريق محترم خرج في الصحافة وخرج في جرائد وول ستريت جورنال ديال البر كمل السي حداد وغير فهمني دابا انا ما كنهضرش معك خبراء دابا نتوما واحد شويه غتبقاو تعطيونا كيفاش كتركيبه زعما مغاربه انا كنهضر باسم مغاربه خرج واحد السؤال قالوا فيه ماشي انا اللي كنقول انا متتبع الصحافة في اللوفة شتا قلت اودي ما يمكنش ولكن من بعد ولات راي عام ماشي سؤال عادي كنسول على الطريق في بولمان واش تخدمت نسين 20 يوم هذا سؤال دار ضجة وفيه اتهامات خطيرة تزوير فواتير وكيقولوا كيجي من هنا لهنا قلنا لا لا الحكومة خرجي قولي لنا هادشي ما كاينش ولا كاين داز الندوة الصحفية الأولى ما جاوبش عليها قال ارتفع من 20 ما هضرش على التزوير داز المجلس الحكومي الثاني ما جاوبش عليها اليوم مشيتو انا جاوبوني على مسألة علاش ما يتفتحش تحقيق يتفتح تحقيق الا كان واخا نكمل الا كان هذا الشيء صحيح راه صحيح كان هذا الشيء غلط خص يتحمل مسؤوليته الاخر انا هذا هو السؤال ديالي خليوني من هذا طلع وهذا هبط وانا كنقول لكم قريبا غادي تشوفوا مفاجاه قريبا وانا كنقول لهم مسؤول قريبا غادي يخرجوا الوثائق قريبا غادي يخرجوا الوثائق اليوم رئيس الحكومه عاد الخميس اللي فات ما جاوبناش على هذا السؤال خصو يجاوبنا مساله اخرى ملي كنجبدوا المحروقات راه ماشي غير روسيا ما بقاوش غير كيجي كتولي نطبعوا انسى داكشي اللي داز اليوم البيرمي راه كيدير 80 دولار علاش مازال الغازول كيدير 13 درهم ملي كان 120 تفهمناها وجات السيده الوزيره في مؤسسه وقالت لك بان تا قلنا لها امين ومنين هبط علاش ما كينعكش على السوق المحلي قالت لك لان التكرير حقها هو اللي كاين فيه تهم قلنا لها عندنا واحد المؤسسه تبارك الله لا سمير خصنا نقلبوا على الحل قالت لك لا تقنيا ودرنا الابحاث ما يمكنش وما بقاتش منتجه وما بقاتش عندها يعني الامباكت يعني على الاقتصاد وهذا ما فهمناش ملي كتقول لي تكركي عنده اثار وغلا واخا هبط ودابا كتقول لي ما بقاتش عندها السي حداد في شهر 3 2021 فريق الاستقلالي دار مقترح قانون بتاميم لا سمير شنو تغير اليوم؟ مقترح قانون فريق استقلالي بتوقيع سنديان بتأميم لسامير كما درنا حنايا كفريق تقدم اشتراكي في الولايه السابقه ومتمسكين ولو كنا في الحكومه نبقاو متمسكين لان هذيك المؤسسه وما غاديش ينسيها لنا شي واحد غنبقاو تابعينها حتى تفتح ولكن الفريق الاستقلالي بين رايه بدل رايه مقترح قانون قدمته اليوم راكم في الحكومه دافعوا عليه مسألة ديال كيقول لك قبيله بان الحكومه يعني منسجمه كما قال الاستاذ انا هذا جذور ديال الحكومه وهبي الدق واكل ولو امين عام واحد خرج قال الله واش غلط ولا هذا ما كاينش اليوم عاوتاني اللي كيهضر على الغازوال حزب التجمع الوطني هو اللي كيهضر عليه اليوم عاد سمعت شي حد كيهضر عليه غير شرحوا لنا اليوم هذا الشيء دابا اللي كيدار شنو هو واش فعلا كما قلنا كاينين ثلاثه د الحكومات ولا اربعه لان وليت كنحسب كاينه التقنوقراط بوحدو
والاتحاد الدستوري ولا يحسبوا توا مع الاغلبيه توا ما فهمتش هذاك كيفاش نتوما كل واحد كيسير بوحدو راه حنا شوف حنا غير بغينا الحكومه بغينا تكون منسجمه بغينا ملي كيتطرح واحد الموضوع يخرج وزير مسؤول بالحكومه ماشي نخرج في الجري يخرج في التصريح ياك عنده ندوه صحفيه ويعطينا التصريح ديالو ويقول هذا الشيء كذوب وتفتح تحقيق الا سمحت لنا السي رشيد باش ما بقاوش في مساءله المعارضه الاغلبيه غنبدا منين انتهى السي رشيد الحموني هو هاد التوضيحات اللي تقدمتوا بها ما نناقشوش بصحه او خطا الارقام بقدر ما نناقش لماذا لم تخرج الوزيره الوصيه على القطاع لتقديم هذه التوضيحات وهي كانت اليوم في ندوه صحفيه وتجنبت انها تجاوب على الاسئله المتعلقه بالبترول. نكمل في هذا السياق ديال المحروقات. السي حداد قال في المداخله ديالو ان تحرير اسعار المحروقات كان خطا. ما الذي نسلم جدلا انه كان خطا، ما الذي يمنع الحكومه الحاليه من التدخل لتصحيح الاخطاء خصوصا ان هناك مواد في قوانين في قانون الاسعار ليسمح لها للتدخل لمدد معينه لحمايه الجيوب المواطنين من الارتفاعات الصاروخيه، وخصوصا ان كان نعاود سؤال اللي قال السي حموني الاسعار بقيت في 12.70 سنتيم في الوقت اللي البترول كيعرف انخفاضات، لماذا الحكومه لا ممكن انها كتقول بانه قدمت الدعم قدمات الدعم قدمات الدعم للنقل وحتىش الا مشيتو تبديتو غبداو تجاوبوا على بعضياتكم اللهم نستغل الفرصه. الحكومه قالت بان قدمات الدعم لقطاع النقل اسمحوا لي نكمل السؤال ديالي عاد ديك الساعه شوفوا شكون غادي يهضر. بالنسبه للنقل كنت طرقتي ليه السي حداد، الحكومه بفعل قدمت دعم للنقل ولكن هذا النقل هذا الدعم هذا لم ينعكس على الاسعار لانه بالحديث مع التجار لا ديال الجمله لا ديال التقسيط هناك ارتفاعات مهوله في اسعار النقل من المدن الرئيسيه وشكرا. يلا داك لا غير استثنائيه ديال هادو انا نقول لك انا اسمح لي استعداد الضريبه قلتي بانه كاين 40% من طول عمرها كانت تركيبه الاسعار 38 حتى 39% الضرائب وانا غنشرحها لك السي رشيد. شوف نديرو ثلاثه دقائق لواحد سي بون سي بون سي رشيد باش نتعاونوا. خبراء نعم نحن خبراء ما فيهاش هذه لا شك فيها خبراء وفي هذه المساله ولا بغيتي نذكروا نقول لك شنو هما التقارير اللي درنا نقول لك في هذا الاطار هذا ماشي مشكل تدريس راه خبير في هذا ما كاين مشكل ولكن اجي نقول لك واحد القضيه ديال المحروقات باش نتفاهموا عليها مغالطات كبيره كاينه فيها. علاش دابا المغالطه الاولى اش نقولوا تنقولوا الا هبط الخام ديال روتردام خص البومبه تهبط ولا طلع خصو تطلع هذه غير ما كايناش هذه اشنو اللي خصنا نراقبوا ماشي نراقبوا الخام وبلاتي انا انسالي لك وجاوبني انت خصنا نراقبوا المكرر $850 اللي كيدير دابا الا هبط ولكن بعد خطرات هذاك تيطلع والاخر كيهبط. علاش ما نقول لك علاش دابا المكرر شنو هو كاين فيه كاين فيه واحد ربعه العوامل ما كنشوفوهاش حنايا شنو هي تكرير في هذا الوقت ديال كورونا طلع جوج المرات النقل في هذا الوقت ديال كورونا طلع ثلاثه المرات التكلفه الماليه ديال التكرير لانه في دار فيها سميتو في تامينات الى غير ذلك طلعت واحد المساله كبيره. واحد القضيه اخرى تعرفها السي ادريس انه الدولار دوك تقارنوها 2018 تقارنوها مع 2023 الدولار كان ب 8 ديال الدرهم دابا الدولار ولا ب 11 درهم. دابا الا بغيتي تمشي تشري النفط كتزيد 30% هذا الشيء كلشي حسبوا في هذا الاطار هذا. اذا الا بغينا نفهموا هذه القضيه خصنا نشوفوا هذه الامور هذه باش نفهموا راه ما يمكنلوش راه يطلع ويهبط في روتردام لا علاقه له بهذاك ولكن راقب ليا الا ولا دابا راه 850 الا ولا غدا ب 600 وشتي البومبه ما هبطاتش ذاك الوقت يمكن لنا نتذكروا. ولكن واحد القضيه قلنا اشنو دارت الحكومه على الاقل هذه الحكومه يحسب لها ياك حررنا في 2015 كنا انا والسي ادريس في الحكومه حررنا في ذاك الوقت ولكن ما درناش واحد القضيه يقولنا كاين واحد اللغط كبير 17 مليار ما 17 مليار الى غير ذلك كان ممكن ندير واحد القضيه نقول لهم راه نقتسموا هذيك 17 مليار كيفاش غنقتسموها؟ نقتسموها عبر الضرائب غنزيدوا على شركات المحروقات. لهذه الحكومه
هذه الحكومه زادت على شركات المحروقات، كانوا تيديروا 31% ضريبه على الشركات، الان تيديروا 35% ضريبه على الشركات، زدنا عليهم 5% ديال الضريبه التضامنيه وصلت 40% على المحروقات. هذاك الشيء اللي قلنا بانه راه تزاد، رغم انا ما متفقش مع ذاك الحساب ديال 17 مليار درهم، هذاك فيه لغط كبير ومغالطات كبيره، ولكن رغم ذلك كاين الاقتصاد، كاين انه التضريب ديال الكبار، كاين تضريب ديال الكبار، هذه ضريبه اللي دارتها هذه الحكومه. كاين اللي تيقول لك راه واخا درتوا هذيك الضريبه وزدتوا ديك 5% ديال هذه راه نقصتوا لهم في الربائح، وهذه مغالطه. انا نسالي في هذه قلت لك نقصوا لهم، شنو هي الربائح دابا فاش دير هذاك الربح وكتفرق تتعطي لعباد الله لي ديفيدوند؟ كنا كنخلصوا على واحد 15%، دابا انت باش كتشدها ديرها في جيب خصك تخلص 15%، دابا هبطنا ل 10%. هذيك ال 5% لا تساوي ال 5% اللي زدنا في الضريبه، راه هي 0.5 من، ما خصناش نغلطوا المغاربه في هذا الاطار هذا. راه يمكن زدنا وصلنا من 40% ديال الضرائب ونقصنا لهم واحد شويه ديال 0.5%. هذه الحكومه لها وخصنا ندير لها الشجاعة بأنه دارت التضريب على شركات المحروقات، وخصنا نقولوها وخصنا نشجعوا الحكومة ونصفقوا الحكومة أنه دارت التضريب على المحروقات. أزامي تفضل نضمو المناقشة بسرعة، واحد ثلاثة دقائق ديالي ما كاينش ننسى لي هذاك. لا لا شوف، لا 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 أبدا. شوف سي الحسن، دابا هاد الأربعة ديال الأمور اللي قلتي تأثروا على الثمن، متفقين عليهم. قل لي شحال تيسووا في ليترو، شحال تيزيدوا في ليترو؟ تيزيدوا فيه تقريبا، لا شحال تيزيدوا فيه؟ تيزيدوا فيه، تيزيدوا فيه، لا تيزيدوا فيه هادو يترو باه في ليترو هادو، ولا زدتي عليهم لي لا زدتي عليهم لا تيك ولا زدتي عليهم لا تيفيا كيزيدوا فيه تقريبا 7 دراهم. طيب لا في ليترو، اذا خصكم تبيعوه ب 20 درهم الله يهدي. لا لا نو نو نو، شوف ادريس واحد القضيه، لا مارج ديال الشركات ديال البترول، الا لقيتي شي شركه عندها اكثر من درهم في لا مارج، بلاتي انا عندك هذا السؤال، الا لقيتي شي شركه عندها في لا مارج اكثر من درهم اجي نضخ. غنبدا اذا غنبدا خليو زي ازمي ثلاثة دقائق ديال لا هذه ماشي ثلاثة دقائق، ما كنتيش في ثلاثة دقائق. شوف دقائق، شوف لا 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 لا، أولا كاين واحد السؤال كبير غنطرحو لكم. في أكتوبر 2018 كان السعر ديال الخام 80 دولار، اليوم 85. رجعوا للبومبا في أكتوبر 2018 غتلقاو غير بلاتي غادي تلقى الغازوال تيتباع، لا 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 غنجيك، تيتباع ب 10 دراهم ونص، اليوم تيدير أدنى 12.75. قولوا لي بالله عليكم، واش الدولار والتكرير والنقل تياكل 2.75 دراهم؟ ها بلاتي غنكمل دابا، هذا أنا بالنسبة لي غير مقتنع، لا بلاتي، ليترو 2.75 دراهم، هذه الأولى. ثانيا السؤال اللي طرحوه الأستاذ سي عبد الحق الشقر ما جاوبتيهوش عليه، هذيك 31 35، هذيك للجميع ماشي للمحروقات، ما تقولوش للمحروقات 40 لا بلاتي غنجيك، لا 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 40% في الضريبه على الشركات دارت على الابناك ومؤسسات الائتمان والتامينات والبنك المغرب وصندوق الايداع 40 لا غير 40، ما تزيد عليها حتى 5 40 اي بلاتي 40. مجلس المنافسه، وقبل مجلس المنافسه القانون الاطار، رجعوا للماده 4 ديال القانون الاطار ديال الاصلاح الجبائي، تيقول خصنا نرفعوا من المساهمه ديال الشركات المؤسسات العموميه و والتي هي في وضعيه احتكار القله. الا ما كانتش المحروقات في احتكار القله من يكون؟ الا كانوا 5 عندنا 4 ديال الشركات عندهم 60% ديال رقم المعاملات، 60% ديال الاستيراد، 60% ديال التوزيع، 60% ديال التخزين، هم في وضعيه قله. جاء مجلس المنافسه في التقرير ديالو في غشت 2021 وخدا هذا المفهوم ديال احتكار القله وقال هاد الشركات، قال شركات المحروقات، ماشي قال احتكار القله، هو في السر قال اودي هاد الشركات خصها تكون بحالها بحال الابناك بحال التامينات. رجعوا للتقرير في احتياط، ولذلك خصها في النظام الضريبي ديالها يتفرض عليها بحال الضريبه ديال الابناك، هذه ما درتيوهاش.
وقال خص ضريبة استثنائية مشي على هذه السنة بالنظر للأرباح الاستثنائية التي حققته في 2020 في 2021. لا مشي لا تدير هذاك الساعة. شكرا سي أزمي. شكرا سالت سي حموني تفضل. لا واحد شكرا عندي يا راشد إذا سمحتي سي حموني شو هكا هكا اللي بغيتي وشوف يلا تفضل سي حموني طلب الكلمة وراه لا غير كنت عندي هذا الفهم هذا زعما سي حموني راه كيسال كيسال تيسال يلا كيسال تفضل تفضل سي حموني نتبين غير سهلة ولكن أنا راه قلت لك الحمد لله أمام خبراء راه ما باغيش ندخل في هذا النقاش. أنا اللي كيهمني كون كيدير 780 بعد هذاك الشيء ديال 40% راه ما كايناش. الحكومه ما تقدمنا كفريق تعديل على اساس هاد المحروقات بحال بعض الشركات اللي عندها احتكار كما قال سي ازمي وما تقبلش التعديل ديالنا بحالو بحال الشركات الاخرى. يعني المعارضه ما تقبلات التعديل وفي نفس الوقت هاد الحكومه كما قلت ما بقاش كتحترم حتى مؤسسه ما احترمتش حتى مؤسسه ديال لا مؤسسه لا ديال مجلس المنافسه لا الاراء ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما بقاتش كتحترم حتى شي واحد. حتى حنا ملي شفناها ما كتحترمش هاد المؤسسه الدستوريه ما بقينا ما نهضروا. مساله الغازوال حنا كحزب فرق تقدم مشترك ملي بدات هاد الحكومه قلنا فعلا حنا راه كنا حنا كان انتم كتشفونا جات لقات واحد الظروف اللي هي صعبه لقات الحرب لقات الجفاف لقات يعني الاثمنه ديال البترول غلات جات فواحد الظرفيه اللي صعبه قلنا ودي نعاونوك في التفكير لان هذا الشيء راه غادي يكون عنده اثر على جميع المواد هو فاش راحنا واقعين اليوم كما حتى الا ما عرفتوش نتوما ديروا بحال بعض الدول. خلي سيدي حنا تايقكم في هذه الهضره اللي كتقول ما نكذبوكمش وصل 13 درهم وحيدوا لاتيك حيدوا التافيه كما داروا بعض الدول ماشي ليبراليه ما عرف كي دايره حيدوا لاتيك وحيدوها للتافيه غير واحد المده ديال 6 شهور اللي كيعطيكم في الماده 4 ديال 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 القانون ديال الاسعار كيعطي الحق رئيس الحكومه بمرسوم في 6 اشهر قابله للتجديد. الا حيدنا هاد الجوج غادي تحيد واحد 4 دراهم على المواطن كما دارت دول اخرى دارتها بعض الدول وحيدت هاد لاتيك. هادشي اللي اقترحنا لكم كحزب تقدم الشركه ما دخلناش معكم في الحساب. حنا ما كنفهموش البترول حنا كنفهموا في السياسه بغينا داك المواطن كيفاش نجيبوا له بواحد الثمن اللي يقدر هذاك المواطن ياخذ الغازوال وياخذ ليسانس وما ياثرش المواد الاخرى. الحكومه ما سمعتناش حتى واش هذه الحكومه اللي غلبتها مطيشه مطيشه غلبتها اش غتحلوا راه كنبقى ندب انا شي مره مطيشه غلبتكم. هاد قانون الاستثمار اللي كتقولوا دابا جبتوه جديد من بعد 40 سنه وهادشي ديال السيارات والطائرات باش كان كيدار هذاك قانون الاستثمار القديم زعما كان ما فيدوش شو زدتو فيه زاد فيه هذيك 60 نسخه عطيونا اليوم اش من نسخه من ديك 60 اللي جبدتو وعلاش ما تجبدتش اخر نسخه ماشي زعما راكو درتو شي ما كدرتوش شي انجاز كبير راه كان قانون الاستثمار لليوم المغرب كلشي كنفتخروا اليوم بالقطاع ديال السيارات اللي وصل القطاع ديال الطائرات قطاع ديال ثلاثه دقائق شكرا. انا بغيت نهضر كاين بحال اللي قال السي حداد كاين بزاف ديال المغالطات في هذا الشيء ديال المحروقات ولا خليكم بغيت ناخذ الوقت ولا تجاوز غير شويه سمحوا لي الله يخليكم. كاين كاين سي الازمي اللي غير مقتنع مقتنع ببلومبرغ ومني تنقولوا حنا هالبلاتس بشحال تيسوى لان ما ناخذوش سعر التكرير. كاين واحد المؤشر الوحيد الاخوان ديال لان حنا تستوردوا الماده الاساسيه الغازوال عندها مؤشر سميتو بلاتس تيدير بحال اللي قال 850 دولار اليوم للطن نزيدو نهبطوها زيد عليها 35 دولار ديال النقل المازوت في المحمديه تيوصل ب 885 دولار للطن خصنا نضربوه في واحد المعامل ديال الكثافه لان الطن ماشي هو ديال الغازوال ماشي هو 1000 متر مكعب هذا المعامل راه 0.84 بمعنى تنوليو في 743 دولار للمتر ل 1000 متر مكعب هي 7.43 للليتر تنزيدوا عليها 30 سنتيم لهذا ديال التخزين الى اخره هي حنا في 7.70 تنزيدوا عليها 2.40 شحال ولينا 2.40 ديال لاتيك شحال ولينا 10.45 نزيدوا عليها 10% ديال هذه ولينا 11.50
شحال هي الفرق بين 12 و 70؟ هي درهم فاصله 22، نحيدوا منها التيفيا ديالها، هي درهم وشي شويه. هاد الشركات ديال التوزيع مع موالين البومبا تيديو في الاطرود المازوت واحد درهم، درهم وشي شويه. هاد الشيء اللي كاين. الا كاين الا كاين ودابا بجيتو غير شركات المحروقات بديتو تقول كثير ولا قليل لا مارج ديالهم. راه تيقولوا 5 انا ما عارفش، تيقولوا 5 دراهم انا ما عارفش، تيقولوا راه داروا 17. دابا هذا هو الحساب، هذا هو الحساب. الا كاين شي حساب اخر وريوه لنا. هذا هو الحساب ديال الغازوال. واخا نتحاوروا فيه ما كاين حتى مشكل. اذا خص واخا نرجعوا لا سمير. لا سمير السي رشيد فعلا فعلا كاين واحد سوء الفهم واللي صعيب. تتقول ان لي مارج ديال الغافيناج، الهوامش الربحيه ديال التكرير كبرات. كبرات علاش كبرات الهوامش التكريريه عند المصفات الدوليه؟ لان كان واحد قولوا دونت ديترونغلومون، لان كان واحد الكثير على الضغط كثير على المصافي العالميه اللي جعل ان لا مارج ديالهم كبرات. وبزاف ديال الشركات الدوليه قبل هذه الفتره ديال الكوفيد كانت سدات بزاف ديال المصفات العالم. اذا اليوم لا سمير هذا قرار خصنا نتاخذوه. اولا كاين لاربيتراج، واش وتين كاينين الديون اللي هاد الشركه. شنو هاد الشركه اللي جابها للافلاس؟ اولا انها ما دارتش واحد الاستثمار في واحد الوقت باش تدير الجوده وتكون تنافسيه. مني حلت في 2002 للشركات، هي اللي طلبات من الشركات المغربيه انها تبدا تستورد. ما كانش عندها التنافسيه في الثمن وما كانش عندها الجوده لان الاستثمار ديالها متاخر، وزيد عليها واحد يعني واحد الميس ماناجمنت، واحد يعني واحد سوء تدبير اللي كان وقع لهذه الشركه. اللي شعليك اليوم واش حنا نديروا هاد 20 مليار الله يخليكم، وانا كنت ساكت، 25 مليار ديال الديوانه نمسحوها و20 مليار ديال الموردين الاجانب نمسحوها غير هكاك؟ وثانيا شحال الكلفه انا ما عارفش الكلفه، ربما غادي توصل ل 2.5 مليار دولار باش نديروها الميزانيفو باش تبدا تخدم. ثانيا تنأكد لك ان كاين مجموعه من الدراسات على لا سامير اليوم، ان كنت تفتح وغير بوحدها الشركه ديال التوزيع تبدا تاخذ غير من عندها غيكون الثمن اغلى من اليوم. ونجيبوهم هاد التقارير ونقراوهم ونفهموهم، لان هذا الشيء لي مارج دو غافيناج اللي تنقول لك ما يمكنش تكون عندها. علاش؟ سهل السي رشيد، لان هادوك التضخم اللي وقع راه وقع حتى في المسائل باش تجي اليوم وتدير يعني هذا الاستثمار دو ميزانيفو راه خصها بزاف د الفلوس، وهذاك المسائل غلات. ثانيا واش تتصور السي الازمي ان لا سامير الى عاود حلات باي مسؤول؟ لا حيت هو هذايا لانك انت عارف كنتي في الماليه وتتعرف هذا الشيء. واش هذيك ليكواسيون داديكواسيون اللي كانت غادي تجي تخدم بها في حين ان شركه التوزيع تتخدم بالمعادله د 1997؟ شكرا. غادي ننتقلوا الان لهيو هذا الموضوع. صافي زالينا موضوع اخر. شوف المنافسه في التوصيات ديالو في نفس التقرير اللي هضر على الضريبه قال لكم ديروا دراسه معمقه للبتي في الاسامير، ما درتيوهاش. اسمح لي ديروها. لا ادريس كاين دابا. شوف واحد القضيه دابا جي دابا خصنا نعرفوا شنو جاري دابا في لاسامير. الان لاسامير فاش حيدنا منها الديون حيدت هذه راه المحكمه، هذيك لاسامير ما بقات حتى عند واحد، راه عند المحكمه حيدت الديون ديالها. وبلاتي دابا المحكمه تقول دابا وصلت الثمن ديالها 22 مليار درهم، كاينين الناس اللي باغيين ياخذوها، والا خذوها يمكن لي من. ولكن انا تنظن هذه القضيه ديال لاسامير كما قلت سي محمد راه ما غاتحل لناش المشكله ديال البترول. راه كاين بزاف ديال المغالطات بانه غادي راه هذيك لاسامير هي اللي غتحل لنا المشكله. شكرا سي حداد. شكرا سي حموني. تفضل المزايدة مازال يمتشبتي. سي رشيد جاوبني على واحد السؤال. قبيله السي رشيد هضرتوا على الشخصانه، واحد الشخصانه في الصراع السياسي وفي التجدد السياسي. واش ما كتبانلكش السي رشيد بان المعارضه هي من تشخصين، انها كتختزل الحكومه والاغلبيه يا اما في التجمع يا اما في اخنوش. حتى المبادره التشريعيه، بعض المبادرات التشريعيه اللي فيها مقترحات قوانين جابتها على مقاس اشخاص، مثلا في ديك حاله التنافي ديال في الجماعات الترابيه. اولا بعد هذا الاتهام انا بعدا كان هذا لا هذا كلامه
حنا بالنسبه لينا ما عمرناش خصنا الامور. الا شي مره ربما كنقولوا الحكومه ديال عز اخنوش كما كنا كنقولوا حكومه عبد الاله بن كيران كما كنقولوا عثماني. وحنا في اعتقادنا ربما الا كان هذا خطا راه كان من الحكومات السابقه. اما ما عمرنا كفريق جبدنا اشخاص، كنجبدوا مؤسسات، لان رئاسه الحكومه هي مؤسسه. وجرت العاده كنقولوا حكومه بن كيران، حكومه اليوسفي، حكومه عباس الفاسي، وحكومه. علاش هذه الحساسيه عندك سي؟ لا، ودابا كتقول لنا كنشخصنوا بالنسبه لمقترحات قوانين. مقترحات قوانين، اعطيني 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 مبادره تشريعيه اللي درنا على 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 اشخاص. لا لا، انا كنقول لك كفريق اولا ما درناش حنا مقترح قانون ديال التنافي في دابا، درناه في الولايه السابقه ودرناه ملي قربت الانتخابات. لان دائما ملي كتقرب عاد كيتم يعني في اطار المقاربة التشاركية مع وزارة الداخلية كيكونوا مقترحات قوانين، كتشاور مع الأحزاب، هذاك هو الوقت المناسب فاش كنطرحوا هذه المقترحات ودرناها في الولاية السابقة. ولعلمك ما تمش نهائيا الأخذ به بالاعتبار تاف باش يعطونا ترأيهم. هذا هو المقترح ديال 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 في الولاية السابقة قبل الانتخابات. المقترحات قوانين الأخرى درنا ديال السمير، درنا ديال تسقيف الأسعار، درنا بعض الامور ديال المدن والاسر اللي هاد الحكومه بعدا في المجال الديمقراطي وحقوق المراه ما كاينش عندهم، ما كيتذكرش. ولو كيهضروا غير السهم طلع السهم هبط، الدولار 5 دولار صافي، ولا كنسمعوا البلاط داكشي. حنا ما عندنا ماش ثقافتنا، انا بعدا والله ما عمري عرفت داكشي. واش شفت حنا حزب سياسي بعد هاد الشراء ما كاينش. درنا في مدن درنا في امور حرام السي الازمي نهضروا على البلاط. ايوا والجانب الديمقراطي والحقوقي عمرك ما هضرتوا عليه، غايب نهائيا. اش درتو؟ مشيتو سحبتو قانون الجنائي، سحبتو قانون المقالع، سحبتو الاخر. هادشي اللي درتو فينا هو دابا حنا مازال كنتهضروا. سي حموني شكرا. بغيتي تهضر معاه في نفس الموضوع؟ تفضل سي تفضل. انا مادام انه السؤال توجه للمعارضه ما عنديش عليه شي جواب، وانا نبغي نرجع للمطيشه. ارجع للمطيشه. مطيشه مطيشه، لانه قال لك حصلتو مع مطيشه. انا غنجاوبك على انا غنجاوبكم على مطيشه مزيان. لا لا سي حداد، لا غادي نجاوب، لا غادي نجاوب، لان ما حصلناش. واش غراء الاسعار؟ لا لا لا، وراه هضرنا على الحكومه. شوف مطيشه راه قالت هذا المضاربين، راه هنا كان مصطفى بيتاس وقال لك كاينه سلسله المضاربين اللي الحكومه ما قدرتش تواجههم. الله يخليكم الله يخليكم، انا كنسير جلسه يعني خليوني ندبر الامور. باش يلا قول لي السي تطواني نجاوب على مطيشه. هضر دقيقه، نعطيك دقيقه. لا جوج دقائق بحال هكا. جوج دقائق تفضل. السي رشيد، قلتي بانه حنايا حصلنا في مطيشه ما حصلناش، ولكن الاشكاليه اللي واقعه دابا شنو هي؟ انه كون درنا المسائل اللي كان خصها الدار، كون درنا لوطوروت ديال الماء اللي هي مبرمجه هذه 12 عام اللي غتجي من سد الوحده وغتجي لبوركراك وغتمشي للمربيع وتمشي لتنسيفت، ما كانش علينا غادي نحولوا من بين الويدان باش نديوه المسيره باش يمكن لنا اننا نديروا الدار البيضاء. لو انه درنا المحطة ديال التحلية، اسمعني اعطيني خاطرك اعطيني خاطرك وجايك المطيش، جايك المطيشة مزيان غادي نهضرك على مطيشة. هذه هي أسباب النزول ديال المطيشة، هذه هي أسباب النزول ديال المطيشة. كون درنا المحطة ديال تحلية الماء ديال الدار البيضاء كانت مبرمجة في 2016 كون درناها، ما كانش ممكن أنه الماء لا ديال المسيرة ولا ديال بين الويدان نستعملوه للشرب ونقطعوه على الفلاحة باش ما ينتجوش. الفلاحة ديال بني ملال وديال الفقي بن صالح وديال دكالة وقفوا الانتاج ديال المطيشه، هبط الانتاج ديال المطيشه. انا كنت بني ملال، الموقف ديال بني ملال كنت يكون عامر، شي يديروا الناس في الموقف تيجيو باش يمشيو يخدموا، الان ما تيخدموش. ضربنا التشغيل والمطيشه ما بقاتش تتنتج، ووقفنا التصدير ديال المطيشه. اذا ما غلبتناش مطيشه، ولكن كاينه ظروف اللي هي وقعت. كون درنا هاد الاصلاحات اللي هاد الحكومه كديرها، هاد الحكومه غادي تخرج المحطه ديال تحليه الماء ديال البحر ديال الدار البيضاء في 2026 300 مليون ديال المتر مكعب، وغادي دير لوطوروت ديال الماء باش يمكن لنا انه هذاك الماء اللي تستعمل في مطيشه غادي يبقى يستعمل مطيشه، وغادي يكون الانتاج ديال مطيشه طالع وما غاديش. شكرا سي عبد، شكرا. انا لا عطاني، لا سمحتي لي سمحتي لي سي بوبكر غير في هذه النقط اللي كنذكر السي حداد. لا لا سمح لي، لا وكنصدروها، ولكن هاد الربط بين الاحواض سي حداد الربط بين الاحواض هو فرضته التغيرات المناخيه، وكان في تاخير منذ عقود ماشي غير من 10 سنوات.
سمعتك سي حداد. كون درنا لوطورود شحال هذا وكون درنا المحطه ديال التحليه ديال الماء ديال الدار، هذه اشكاليه ديال الماء هي راه كترجع العقود وماشي هي العامل الوحيد في الـ في الـ في الارتفاع ديال الاسعار، لانه بالاعتراف ديال الحكومه راه 60% فقط من المنتوجات الفلاحيه اللي كتباع داخل اسواق الجمله و 40% كتباع برا. يعني هي سلسله لا انا كنسول الا سمحتي لي غير في هذه النقطه هذه الله يجازيكم بخير. عندي طوانيت انا خصني نجاوب على لان راه وجه لي الكلاميه خصني نجاوب عليه. دابا هذه القضيه ديالي راه انا بغيت عاوتاني نشرح الكلمه احسن. انا غير لا سمحتي الاخوان الله يجازيكم بخير الساده الاعزاء الاخوان الله يجازيكم بخير. الا ما نظمناش النقاش غادي يولي كل واحد كيرد على الاخر. حنا نطرحوا كينطرح اسئله موجهه كياخذ الحصه الزمنيه ديالو وبكيسالي راه كيمكن له يتفاعل معاه في اطار الحصه ديالو اللي عنده. ولهذا الله يخليكم سمحتي غير واش باقيين حنا في كل واحد عنده واحد الحصه زمنيه. دابا راه انا ما بقيت فاهم والو. سمحتوا الله يخليكم. لا ممكن دابا انا تنبغي نخلي الوقت لبعض المواضيع وما عرفتش فاش نهضر ولا فاش ما نهضرش. خلينا نطرحوا لا غير تنظيميا حنا هنا باش نطرحوا اسئله. دابا وليتوا كطرحوا اسئله على بعضياتكم وهذا وليت يخلي في مواضيع تداخل. حنا عندنا مجموعه من الاسئله بغينا نطرحوها عليكم. لا وانا تنجاوب انا اللي كنقترح عليكم. خلونا نطرحوا اسئله وكل واحد اللي تجيه المناسبه النوبه ديالو يمكن ليه يتفاعل مع في الوقت ديالو يتفاعل مع الاخر باش ما يكونش تداخل. لا انا غير ما يتعلق بالموضوع ديال الاسعار، يعني اتفقوا بان هاد الموجه ديال الغلاء اللي كانت هاد العام يعني غير مسبوقه. يعني كانوا في واحد بعض الاوقات كانت ماده واحده او جوج كتزاد مثلا المواد الاخرى خاصه الخضر. كنتكلموا دابا المواد الاساسيه لما كنتكلموا على جميع الخضر كلها ترتفعت راه فيها كاين تيطرح واحد الاشكال. لان واحد الوقت كان كترتفع بواحد الماده مثلا البصله شويه واحد الوقيته كيقول لك راه باقي الانتاج كيجي الانتاج كيدخل الاسعار كطيح. ما يتعلق بالمطيشه مثلا لما تم الحديث عنها راه الحكومه ما عمرها قالت بان بني ملال وقفوا الانتاج ولا كشي. انا ما عمرني سمعتها، كنتبع تقريبا كل اسبوع اللي سمعت كيقولوا بانه راه الجو بارد وباقي الانتاج تعطل وتاخر وكذا وكذا. ودابا باطيشه راه طلقت باطيشه دابا راه موجوده اليوم. بغيت تفضل. اليوم السؤال اللي هو مطروح هو بغينا نعرفوا واش كاين المشكل ديال التصدير اللي ارتفع قلص يعني الامكانيات ديال تزويد السوق واش هذا كاين، او انه فعلا ان هناك مضاربات كاينه في السوق. انا بغينا نعرفوا حقيقه لان المواطنين الى حد الان راه باقي الاسعار طالعه والحكومه ما كتعطيش اجوبه اللي هي فعلا مقنعه وواضحه. وفي سياق نفسه اسمح لي الجلالي في سياق نفسه ديال الاصلاح، لماذا لم تتجه الحكومه الى ورش مهم ومحوري في هذا الملف ديال الاسعار ديال الخضر والفواكه اللي هو اصلاح اسواق الجمله؟ كان موضوع ديال مجموعه ديال المهام الاستطلاعيه اللي كانت عندها توصيات واللي لم تطبق، والحكومه كتقول بانه 60% فقط من المنتجات اللي كتباع في الداخل ديال الاسواق و 40% كتباع برا. هذا ناهيك على الاختلالات اللي كاينه في الداخل ديال الاسواق بحد ذاتها. وفي العمل فيما يتعلق بالاسعار نيت المجموعه مجلس النواب دار واحد مجموعه عمل موضوعاتيه حول الاسعار هذه 6 شهور أو 7 شهور، يعني لي ديلي ديالها كملوا منذ اسابيع. لماذا لم تتم مناقشه التقرير ديال مجموعه العمل الموضوعاتيه؟ وفيما يتعلق بالاسعار ايضا سؤال تطرحه لم تتم الاجابه عنه ديال المراسيم التطبيقيه ديال مجلس المنافسه. والاسعار هي كتنتظر، ورئيس المجلس قال في تصريحات متعدده خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات انه ينتظر المراسيم التطبيقيه ليشرع في عمله في عدد من الملفات. شنو هي الاصلاحات المرتقبه اللي يمكن وجودها، وشنو هي البدائل اللي كتقترح الحكومه المعارضه في اطار المواجهات هذه الظاهره؟ يعني هذا ربما غير باش اونكادري هاد ثلاث دقائق نديرو شحال نديرو ديال الوقت الموضوع؟ نديرو اربعه ديال الدقائق. شكون اللي غادي يتفضل؟
سي شوكي تفضل. تنظم بلا ما نهضروا على الظرفيه والامور اللي جعلت هذا الغلاء وحتى ربما يعني باش نكونوا نعترفوا بعض الاحيان يعني خصنا نعترفوا ببعض الامور. واحد ما كان ماشي ما كانش استباقيه يعني كاين واحد بعض المرات تتكون واحد التخلف واحد الاستباقيه ديال ديال, ديال شي امور اللي ما تنتوقعوهاش يعني اللي في في العالم التدبيري تنسميوه لو ريسك مانجمنت. وفي حاله ادامه يعني ربما يكون كاين هذا 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 التخلف كان. اذا الظرفيه المناخيه هذه المشاكل ديال الاحتكار والمضاربه راه كاين هذا واقع وكاين في اي سوق وفي اي بلاد وكاين الاجراءات اللي دارت اللي فيها جزء كبير من الاستباقيه كان الاعفاء ديال الاغذيه البسيطه الموجهه لعلف البهائم والدواجن. كاين حيدوا الرسوم الجمركيه على 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 على, على, على البذور الزيتيه. علاش هذا؟ لان خلق لنا واحد المشكل ديال واحد التضخم في زيوت المائده. توقف ايضا واحد رسم الاستيراد اللي على الابقار وانا جاي نهضر على هذا الشيء ما يفوتنيش انني نتكلم على الموضوع اللي كان بدا في الاول بشيطانه ونعاود نستعمل داك الكلمه ديالي في الاول لشي ناس يقولوا صحاب الحكومه وهما اللي مشاو تيجيبوا تيستوردوا هاد اللحوم ولا هاد العجول ولا هاد الابقار. ولكن تنظنوا ان هذا الشيء في الحقيقه حتى هو يضربوا من حيث لا ندري بالقدره الشرائيه. وتم تقنين ايضا بعد عمليات التصدير ديال الخضروات باش يبقى السوق المغربي. وبطبيعه الحال هاد لي نوسيون ديال الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي راهو مهمه. خصنا بعدا غير التعاريف نتفقوا عليها شنو هو الامن الغذائي وشنو هو الاكتفاء الذاتي وماذا نسعى الى تحقيقه من خلال هاد المخططات القطاعيه اللي تديروا بطبيعه الحال. والاصلاح اللي جاي واللي كاين في صلب موضوع الجرين جينيريشن هو هذا الاصلاح ديال اسواق الجمله. هضرتي على المراسيم التطبيقيه ديال المنافسه. تعقيدات وانا قلت في التعريف لان قارنته ما بين المراسيم التطبيقيه ديال الاستثمار والمراسيم التطبيقيه ديال قانون مجلس المنافسه قانون حريه الاسعار والمنافسه. المرونه ديال القانون الاطار ديال سميتو ديال المنافسه هي اللي جعلت ان القوانين التطبيقيه جهه. اليوم الاصلاح الكبير اللي كاين في قانون مجلس المنافسه هو ديال المسطره. هي المسطره ديال لا بليدواري وديال لو بليدواي كونتراديكتوار اللي جابته الحكومه. وهذا الشيء اللي اذا كاينه واحد المسطره التحكيميه هذا كله جاب تغييرها وتيحولها لنصوص تطبيقيه. بطبيعه الحال هذا الشيء يعني فيه واحد الزخام وواحد المسؤوليه ديال المسائل نقولوا تقنيه وقانونيه جوريديك اللي تجعل انه يعني انا شخصيا يعني اتفهم ان المراسيم التطبيقيه ديال هذا الشيء يمكن تاخذ شويه الوقت. وفي الاخير ما نبقاوش يعني بكل امانه مابقاوش حتى هاد المؤسسه الدستوريه نعطيوها يعني بلا ما نشيطنوها بلا ما لا علاش ما نسمعولهاش. لا بالعكس نقولوها جميع الاحترام وانها خاصها يعني وكاينه ونخليوها دير شغلها. نخليوها هي دير شغلها. المحكمه الدستوريه دير شغلها. مجلس المنافسه ديرها. هيئه محاربه الرشوه دير شغلها. اذا كل هاد المؤسسات الدستوريه نكون لها كامل الاحترام وخصها دير هذا ونخليوها هي تخدم. شكرا. بطبيعة الحال ولكن خصها تخرج ولكن لا هو القانون. انا اللي بغيت نشرح لك ان القانون ديالو القانون ديال مجلس المنافسه خاصه اللي فيها هذيك المسطره راه فيه واحد التفاصيل مهمه بزاف باش انه هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انه اتفهم شخصيا ان يمكن يكون واحد سي حموني تفضل الوقت فيه. شكرا. قبل ما يعني نتفاعل مع الاسئله اللي طرحوا لا بد باش نقول للسي حداد لان لوتوروت والماء وماطيش السبب الغلاء ديالها هو ما دارش لوتوروت. السي حداد انا نعطيك الارقام. من 2012-2022 ارتفعت الصادرات ديال الفواكه 17000 طن. عقل عليها 17000 طن حتى 238000 طن. طماطم ما
البطيشة 19000 طن إلى 80000 طن، لافوكا 650 طن إلى 18000 طن. باش كان يتسقى هذا؟ كان كيتم لولا الإنجازات اللي دارت الحكومات السابقة والسياسة ديال المرحوم الحسن الثاني، وهذيك السدود هي اللي جعلت اليوم هذاك هاد الصادرات مشات اللي ما عندها حتى اثر على بلادنا، تتنا المدينة فقط. هادشي اللي استفدنا. المياه الجوفيه كانش اللي في السدود، في السدود جا الجفاف، ها السد مبني مي غتجيب له الماء عند الله كاينش الماء. مساله اخرى سي حداد، باش نقول لك السد ديال مارتيل 4 سنين 2008 كان متوقع يخدم في 2014، علاش ما خدمش؟ ان تعطى مكتب دراسات دار في الرباط وما مشاش، منين جاو عطات الشركه تخدم قالوا بان ديك الدراسه اللي كتحفر 300 متر خصها تحفر 1000 وباقي واقف الى حدود اليوم. وشو شكون كيسير في هذيك الوقيته؟ ولهذا ماشي لوتورود ديال الماء، يعني كان هاد المساله ديال ربما الماء الصالح للشرب اللي كانت شرفت أفيلال أكبر مدافعين وكانت تعرضات للهجوم من طرف الله، كتقول لهم البنادم هو الأول، الماء خص نحتافظوا على واحد باش يبقى الماء الصالح للشرب، لولا سيدي ربي اللي يرحمنا دابا كانت غتكون كارثة، لأنه كلشي توجه للفلاحة، كلشي توجه للفلاحة، علاش؟ لأن الفلاحة كلها كتمشي برا وكنعرفوا شكون اللي شاد الفلاحة وشكون اللي استفد، ونجبد لك الأسماء. شكون مول الشركة ديال كوتاكو، شكون مول الشركات ديال كلهم، احتكار تام للمخطط المغرب الاخضر. مشيتي لجهة الرشيدية شوف شحال ديال الفيرمات ديال النخل اللي راهم كيستنزفوا الفرشات المائية، وعندك عاوتاني تقولوا التمريغ لا تقولوا تا هو كاين في اوكرانيا، والله ما كاينش نخل في اوكرانيا، راه ما كاينش النخل في اوكرانيا وما كاينش التمر، لان دابا كنهضروا على مطيشة الخضرة، كنهضروا في مطيشه، هضرتي على مطيشه والبصله لا كتقولوا المواد، لان الحرب الاوكرانيه، لان الحرب الاوكرانيه والجفاف، كلهم المواد غلاو، ترى ماشي غير مطيشه، جميع المواد غلات ماشي غير مطيشه. حنا غير انا قلتها قبيله باش كنمزح معاك واش مطيشه غلباتكم، ولكن راه كلشي تزاد، جميع المواد بدون استثناء تزادت، ولاول مره في التاريخ كتزاد كلشي المواد كما قال الاخ، كلشي كتزاد في دقه واحده. باش نجاوب على المراسم التطبيقيه ديال نادينا ودرنا سؤال كتابي، ما كاين حتى شي واحد يتفاعل معنا، جا المراسم، جات مراسم دوزنا مشاريع قوانين وجات مراسم خرجات، وهاد المراسم ديال مجلس المنافسه مازال ما بغاش يخرج، وكيخرج ناطق رسمي كيقول له واسيدي دير خدمتك سيد سيد مجلس المنافسه، يخرج له المراسم، خرجوا المراسم باش يدير خدمته. اما راه دار خدمته في الاول عطات توصيات قالك فعلا كاين احتكار، فيها كاين تواطؤ وخص الضريبه، حتى واحد ما سمع لها، وحنا كنبلورو لان حنا كنتصنتوا المؤسسه الدستوريه نحترموها، ملي كيجي المجلس الاقتصادي كيقول واحد الراي فجال هادشي ديال الاسواق بناء على هادشي ديال الاسواق ديال الجمله، قال بان 9 مليون طن شكرا مليون طن ديال الخضروات هي اللي كيستهلكوا المغاربه، ولكن في المارشي راه كتدوز في اسواق الجمله غير 5، يعني الاخرين فين كيمشي؟ هادوك اللي كيدوز. اما الاحتكار ولا المضاربات ما تبقاوش تسبوا، هادشي راه كان ديما، ومطيشه كانت 3 دراهم. شكرا سيدي. بلا ما نمشيو لوك السمساره مساكن ونبقاو نركبوا عليهم باش نقولوا هما اللي داروا لنا الازمه. شكرا. راه هادوك المضاربين ولا هاد المساله ديال السماصريه راه كانوا ديما، وكانت مطيشه ب 3 دراهم، مطيشه كلها خرجت برا. 4 دقائق تفضل. انا لا اتفق مع السي رشيد جمله وتفصيلا. نقول لك علاش. ما تنهضروش على واش كنا عندنا الماء، كان عندنا الماء، كنا تنعبئوا الماء، تنوصلوا 18 مليار 5 مليار حتى 18 مليار ديال الدراهم، وكان تتكفينا باش تنديروا الفلاحه للداخل وتنديروا بها برا. انا داكشي اللي كنا كنصدروه نفتخروا به 66 مليار ديال الدراهم، والمغرب ولا تيصدر، ولكن فاش جات الازمه خصنا نطرحوا اسئله. فاش جات الازمه وخدينا الماء اللي كاين في بين الويدان اللي كان تيمشي لبني ملال وكيمشي للفقيه بن صالح، وخدينا الماء ديال المسيره واستعملناه للشرب ووقفنا الفلاحه، تما كنطرحوا السؤال، تنقولوا علاش ما درناش لوطرود؟ هذيك هي علاش كاين لوطرود؟ انا ما تنشخصنش، انا ما تنقول لا فلان ولا هم يحزنون، انا تنقول ما درناش، ما درناش،
حنا كمغاربه مسؤولين، ما درناش كون درناها كره تجاوزنا، وما درناش التحليه ديال المياه ديال البحر ديال الدار البيضاء، لان هي الاشكاليه الكبيره. وكان ممكن حتى مراكش انه نديروا من هذيك ديال الدار البيضاء ولا من ديال لوسيبي ديال الجديده، ما عملناش هذه الامور هذه. هادشي اللي تنقول انا، هذاك هو اللي عطانا نقص في الانتاج، عطانا نقص في وما عطيش. وقفنا دابا التصدير ديالها، وقفنا التصدير ديالها سي عبد الحق، وقفات لا بلاتي وبلاتي دابا وقفات الصادرات ديال الكثير وبلاتي دابا وقفات الصادرات ديال الكثير من المواد اللي هي غير موجوده في السوق، ولكن اللي جاي من الصادرات غادي لبرا. لا برا فين دابا وقفات الصادرات كاين لافريقيا وكاين هذوك باش يخلصونا، باش يخلصونا هذوك اللي الدولار، ماشي هذا هو المشكل. السيد الرئيس ماشي هذا هو المشكل، دابا بغيت ندخلوا لشي اشكاليات ولاش درنا افريقيا وماشي اوروبا. انا ما غندخلش معك في هذاك، انا غندخل في مسائل اللي هي اساسيه. انا ندخل لك في اساسيه، بغيتي نديروا الشعبويه، حنا راه حنا غادي نضروا افريقيا ولاش ما درناش اوروبا، هذا ماشي هو المشكل. لا كاين اللي طرحها، كاين اللي طرح هذه الاشكاليه وما خصناش نطرحوها في هذا الاطار. بلاتي انا نجاوبوا والله خاص يكون عندك شويه. علاش خي خلونا نتذكروا، مالي انا ما وقفتكم. هو اللي قالها، هو اللي قالها، انا اللي كنهضر دابا. واش طرحت سؤال؟ هذه شعبويه، الشعبويه ممكن يديرها الفاعل السياسي، انا مهمتي نطرح سؤال. وبلاتي دابا الجلال اسمعني خليني نتكلم ومن بعد طرح اللي بغيتي ديال الاسئله، وما عندي مشكله ونجاوبك. ولكن دابا انسالي، دابا انا تنقول لك ها الاشكال، هذا هو اللي ما تفهمتش معنا انا ورشيد فيه. هذه الاولى. المساله الثانيه، ما يقول ليش شي واحد بانه البنيه ديال كيفاش انه الخضر والفواكه تتوصل للمغربي ما فيهاش اختلالات، ولكن هذه الاختلالات كنا عارفينها من شحال هذا. علاش ما درناش الصلاح ديال اسواق الجمله؟ راه البصله كدير درهم عند الفلاح، شتي فاش كتمشي للحاجب وكتشريها من عند الفلاح كدير درهم ولا درهم ونص، وكتوصل عند المواطن ب 12 درهم، شكون تيديوها؟ تيديوها الوسطاء وتيديرها لسوق الجمله. ما يمكنش رشيد يجي ويقول لك لا راه ماشي مشكلة، مشكلة سيدي هذه القضية، ولكن هذه مشكلة، علاش حنايا ما حليناهاش من شحال هذا؟ هادشي راه من حكومة جطو وحنا تنقولوا أسواق الجملة، أسواق الجملة، الوسطاء، الوسط، وما حليناش هذه الإشكالية هذه. الحكومة الحالية لا بعد على الأقل الشجاعة تتقول هذه إشكالية وغادي ندخل في هذه المسألة ديال أسواق الجملة. لا درتنا اصلاح ديال اسواق الجمله يمكن لنا نهبطوا من هذاك الثمن 40 حتى 60% في هذا الاطار هذا. هذه الاولى. المساله الثانيه، واش دارت الحكومه شي حاجه ولا ما دارتش؟ اولا كاين هذه القضيه ديال المراقبه، شدات هذه المساله ديال المراقبه، كاين واحد التاثير اللي هو دابا راه كاينه المعارضه ما بين الصحفيين وما بين الاخوان، راه معززه صفوف المعارضه. انسالي بعدا عبد الحق، راك مع المعارضه ياك؟ مع المعارضه ما كاين مشكل، المعارضه خصكم تدعموا الصفوف ديالها. شوف بلاتي انا جايك وتسولني 100 سؤال. والله الا سؤال تافي بغيت نسولك، يلا قول لي كروند سيرفاس مين كيشري؟ لي كروند سيرفاس ولا ثلاثه صعب مين كيشريو لي كروند سيرفاس؟ واش انت ما كتدخل في هذه السلسله ديال المضاربات وكيجيب مضاربين ونص مصريه؟ بيان سور دابا ماشي هذاك هو. دابا حنا تنقولوا هو الثمن، الا كانوا لي كرون سيرفاس تما كيجري بهذا السلسله ديال المضاربات. لا تنسالي السي بوبكر، نسالي ولا ما نسالي؟ صافي راه سمعك. نسالي واحد الدقيقه، دقيقه عندي نسالي. شوف واحد القضيه، هذه المساله ديال المضاربه كاينه، الحكومه خدات بانه تكون مراقبه، اصلاح ديال الاسواق ديال الجمله، استيراد ديال اللحوم وتشديد ديال هاد الامور هذه، يمكن هذه راه بدات تعطي الاكل ديالها صغير ماشي كبير. مازال مطيشه غاليه، مازال البصله غاليه، مازال اللحم غالي، ولكن ربما بدات كتعطي لهذا. ولكن واحد القضيه اللي قال رشيد، وانا غادي نختم بهذه، قال لك راه كانت المضاربه وكان ب 6 دراهم. هي كانت المضاربه ب 6 دراهم، ولكن كيشريوها ب 50 سنتيم، دابا كيشريوها درهم و 50 سنتيم وتدير 12 درهم. دائما كاين المضاربه. سي ازمي تفضل. سي بوكر شوف، انت اللي بقيتي وقيله في هذه الجمله. انا اللي بقيت، انا اللي بقيت. انا غادي ننتقلوا للتمويل ديال الحمايه الاجتماعيه في طيب. المحور الاخير باش نهيو. خلينا في مطيشه واحد شويه. شوف انا اضم صوتي لصوت اخي رشيد الحموني، الرفيق رشيد الحموني، باش نقول لك مطيشه غلبات الحكومه، غلباتكم غلباتكم، وانا عجبتني هذا غلباتكم في التفاعل مع 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 هاد المضاربين. جيتو تقولوا لنا المضاربين وحنا عندنا الجرأه، فين هي هاد الجرأه؟ لا جرأه لكم، اسمح لي، لا جرأه. ودابا خلي، واش كنت انا ساكت؟ السي بوكر بغيتي وهذا الشيء بديناه بشويه بعدا. شوف الله يجازيكم بخير. ما عندكمش الجرأه مع الشركات ديال المحروقات، وهذا هو اصل الداء، هذا هو الاصل ديال الداء بلاتي، هذا هو اصل الداء، لان هذيك مطيشه راه فيها الريحه ديال الديزل الاولى.
ثانيا ما عندكمش الجرأة مشيتي والنهار اللي خرجتي وجا السيد رئيس الحكومة تيفتخر وتيهني ليا وزير الفلاحة ويهني ليا وزير الصناعة وكأنهم داروا شي إنجاز، الآخر هبط الأكادير والآخر دار دويرة معرفين دارها، شنو هو؟ ثم خرجت اللجان، واش عاد تعرفوا اللجان دائما خدامة ولا لا؟ اللجان المراقبة اللي فيها الجماعات الترابية والسلطات المحلية ديما خدامة، خرجتي وتصورتي مع هذوك الناس اللي هما في النهاية في التقسيط اللي أنتم تتقولوا الله غالب لهم، إذا ما تقولوش حتى. ثانيا انا فهمت سي حسن خديتي ديك الفرصه باش درتي لو شو على داكشي ديال المشاريع ديال تحليه المياه والطريق السيار باش تقول حنا غنديروهم وداكشي وربطتيه بمطيشه، لا علاقه لا بمطيشه لا بتحليه المياه ولا بالطريق السيار للمياه. ابلاتي اولا ثانيا هذا ما كاين حتى شي تاخير، كل الحكومات اشتغلت على هذا اللي. وانا اعرف من علاش تنتكلم، تنعرف علاش تنتكلم، وراه تكلم سي رشيد جبد الاستاذة افيلال والدور ديالها اللي كان. انا لا 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 تنقول لك، انا تنقول لك بالرغم من الاشكاليات اللي وقعت معها، انا تنتكلم لك وانا عارف المشاكل اللي وقعت حتى بيننا وبين واحد الحزب اللي هو يعني حليف وحزب صديق في هذيك النقطة هذيك، دار مجهود كبير. وإلا تتكلم دابا على تحلية المياه ديال الدار البيضاء السي الحسن وانت اعرف الاكرم العارفين، واش دابا بين عشيه وضحاها توجد ديك الملف ديال لابيل دوفر وجا وخرج؟ هذاك راه الخدمه عليه منذ زمان، وديال تحليه المياه ديال الدار البيضاء لا ما غتخرجش 2016 ما غتخرجش، وتحليه المياه ديال اكادير ديال الميزانيه دوك ما تربطوش. هذه الاولى. ثانيا هذيك القضيه ديال خصكم تعرفوا وتتعترفوا نص اعتراف لانه تزيدوا للقدام وداد شي دابا بيديكم تتقولوا كان ما درش الاصلاح ديال المقاصه 100 مليار ديال الدرهم ما عندنا منين نجيبوها وكنا غنوقفوا الاستثمار، هذاك الاستثمار فيه تحليه المياه وفيه لوطوروت اللي تتكلم عليه، هذاك المقاصه فيها الميزانيه ديال التعليم وديال الصحه اللي رجعتي دابا تتكلم على 70 مليار ديال الدرهم و48 مليار ديال الدرهم في الصحه، هذاك بالتالي غير باش تعرفوا. لا دابا نتوما تتكلموا، حنا اللي مولنا، نحن الذين مولنا باصلاح كانوا حاضرين فيه الاخوان ديال الاحرار، وكان حضر فيه السيد الوزير سي نبيل. ها آه؟ عرف علاش؟ من الذي وقف ضدها؟ لا غير رجع ليه سي شوكي، هو اللي جبدني. لا صحيح الكلام، لا هذا لا هذا هذا هذه ما تدوش، هذه كل مره تجبدوها حقيقه تاريخيه. تنرجع شوف المسؤوليه الدستوريه رئيس الحكومه. لا لا حقيقه تاريخيه لما كان وزيرا. شوف لا الدعم المباشر وقفتوا ليه؟ حنا ما وقفناش ضده كل مره. هذا هو الكلام اللي تتلقاو ما تقولوا على اصلاح المقاصه، هذا الشيء اللي تتقولوا، فاخنوش ضده غير صحيح. اخنوش الدستورية ها هو الدعم المباشر غادي يجي. الشروط ديال البلوكاج جات يقول رئيس الحكومه المعين انا داك عبد الله بن كيران وقالها. سي بكر واش نهضروا كاملين؟ ثانيا لا باش نسالي راه مازال ما ساليش. لا ما ساليتش، لا وقفوني، لا بلاتي غنجي بسرعه مطيشه والاستثمار والمنافسه. شوف مطيشه اولا ما تقولولناش وقفتي والتصدير 100,000 طن اللي زايده على السنه الماضيه اللي مشات على برا، وقفتيها على افريقيا وحنا ما عندنا حتى شي خبر، وانتم اللي قلتوها كحكومه. ويا للاسف حنا عندنا سياسه افريقيه خرجتي وتتعايروا افارقه، حتى واحد ما قال لكم تقولوا لنا بان وقفنا الافريقيه، حتى الا درتيوها ديروها بالسكات، اذا ابتليتم فاستتروا، حشومه تخرجوا تقولوا راه وقفنا في افريقيا، هذه مشكله. ولكن ما كاينش الانتاج، كاين وكاين التصدير. 81 مليار ديال الدرهم راه جا السيد رئيس الحكومه تيفتخر بها في المجلس الحكومي، قال صدرنا 81 مليار ديال الدرهم ديال المواد الغذائيه. شكرا. شكرا. المنافسه ما تقولولناش التقنيات، الله يجازيكم بخير. شكرا. القانون المنافسه بسيط وهذاك اللي خرجتيه ديال الاستثمار بما ان فيه الاستفاده اوعر واصعب من هذاك ديال المنافسه. ولا بغيتي نعاونكم الريد يجيوها لكم. شكرا. دابا الاقتراح دابا سالينا هنا هذه الجوله، دابا الجوله الاخيره غادي نطلب من الاخوه والاخت والاخوان يطرحوا اسئله متعدده ومتنوعه. وجهه نظر لا غادي يطرحوها غادي يطرحوا اسئله ياك بون. غادي نشوفوا دابا الان التغطيه الصحيه، طرق التمويل، وشنو هي الافاق ديال هذا الورش الكبير. اذا غادي نفتحوا هذا الموضوع، غادي نعطيك الكلمه وعلى اساس باش يكون جواب واحد، وغادي نخصصوا له 6 دقائق لكل واحد، وغادي نهيو النقاش. تفضل
وفي الموضوع والسؤال المباشر، اشنو اللي ممكن يدعم نجاح هذا الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه؟ هذه الحمايه الاجتماعيه المشكل اللي فيها هو الاستدامه. واش الحكومه مفكره في التمويل ديالها، واشنو العراقيل اللي ممكن تلقى هذا التمويل؟ شكرا. تفضل استاذه، تفضل السيد الحق. انا سؤال السؤال اللي بغيت نطرح هو هذا المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه فيه واحد الخطاب يعني سياسي، يعني خدا واحد الوقت يعني كبير، وكانت واحد ترويج يعني اعلامي ليه بشحال كبير. انا عندي سؤال يعني دقيق في هذه النقطه اللي كتعلق بالناس اللي كانوا كيستافدوا من النظام ديال التغطيه الصحيه ديال الراميد، اللي هما تقريبا كانوا واحد 11 مليون تقريبا. هاد المواطنين غادي يتحولوا بشكل تلقائي او اوتوماتيكي للنظام ديال لامو، ولكن ماشي كلهم، يعني غير واحد الفئه فيهم. اليوم مطروح واحد المشكل ديال هاد الفئه اللي طالب منهم انهم ما غير مؤهلين انهم يدوزوا لامو، اما كان في اقتصاد غير مهيكل، اما وضعيته معينه كان كيستافد من الرماد ما يمكنش يستافد دابا، وهادو غيكونوا يعني راه ملايين. كيفاش غيتعاملوا مع هاد واحد السي معطوق تكلم على انه قنبله اجتماعيه هذه جايه، ممكن تكون تقولوا لنا كيفاش ممكن تحلوا هذا المشكل؟ وراه بدات احتجاجات في هذه المجالات. السياق نفسه من نفس الموضوع وفي هذا السياق هذا من ضمن الناس اللي ممكن انهم يكونوا ضحايا لهذه القضيه هذه هم المستفيدين من برنامج اوراش، لانهم كيكون عندهم واحد التغطيه صحيه لواحد المده معينه، من بعد كيخرجوا تحسبوا بانهم عندهم لاسانسس. كيفاش غيتم التعامل مع هذه الحالات هذه حتى انهم ما يكونوش لا هم مع اصحاب الغير القادرين على انهم اللي يديو، ولا هم مع الناس اللي مش زعما المشغلين اللي كيديو بطريقه عاديه؟ شكرا. اولا هاد الحمايه الاجتماعيه او الدوله الاجتماعيه راه كانت الاحزاب اليساريه اللي كانت كطالب به منذ زمان، وهذا مبدا ديالنا. فجات الحكومه، طبعا ما بداتش في هذه الحكومه، بدات من الحكومه السابقه. يعني هاد الورش الملكي ديال تعميم التغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية بدأ من الحكومة السابقة. الحكومة السابقة بدأت الاشتغال على قوانين، جات هذه الحكومة بطبيعة الحال كملت المراسم، كاين مشكل مزيان نتمين هذه المسألة. لكن السؤال المطروح اليوم، المواطن من كنقولوا حماية اجتماعية أو تغطية صحية، هو الخدمات، هو منين يمشي للوبيتال يلقى ديك الخدمات ديال ان السيد عنده تغطيه صحيه شامله او تغطيه اجتماعيه في جميع يعني الامور ديالها. حنا في اطار المناقشه ديال القانون الماليه طرحنا هذا التخوف، لان الاشكال هو التمويل، لان اي حاجه اجتماعيه كيفاش غادي نمول التمويل ديالو 52 مليار ديال الدرهم ولا 54 مليار ديال الدرهم، يعني النص غتخلصوا الدوله والنص غادي يخلصوه المنخرطين، مزيان. لكن منين بدات العمليه بعد المراسم اللي داروا بواحد السرعه فائقه، وديما الحاجه اللي مزروبه في الاخر كنديروا قصيده، لقينا واحد الفئه، ونهضر انا غير لراميديست مثلا، اللي كانوا كيفوقوا اكثر من 12 مليون. بطبيعه الحال كانوا فيه صناع تقليديين، كانوا فيه طاكسيه، يعني فئات قولوا كاين غير 5 مليون. هادوك لي راميديست اللي كانوا كيستافدوا بهذيك البطاقه كيدخلوا لوبيتال كياخذوا كلشي بالمجان، بطبيعه الحال الخدمات اللي متوفره، الى كان راديو كياخذوا بالمجان، كانت كونسلطاسيون كياخذوها بالمجان. كاينين الناس اللي عندهم امراض مزمنه هما ولا وليداتهم، كان بديك البطاقه وداروا عمليات اللي هي مكلفه بهذيك البطاقه ما كيخلص ثريا. انا غير مؤخرا الاسبوع الماضي السيده كانت في الراميد وتحولت لامو، ولدها كيمشي كل شهر لسي اش، جات خارجه قالوا لها 5000 درهم خصك تخلصيها، وهي سنوات وهي كتستافد بالمجانية في التغطية، وهذه شريحة اللي هي واسعة. اليوم لقاو ناس ما في خباروش، لقاوهم سجل هذا فلاح،
هذا مسجل فشي 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 ما عرف ما عرف كاع فشي مهنه ما عمرو شافها، لقاو هاد الناس اللي خدموا في اوراش لان كيديروا ديكلاراسيون ديال السي ان اس اس، وهما كاين اللي يمكن كتلقى طلبه اليوم اللي تحرموا من 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 حي جامعي ولا تحرموا من الاخر لان مشى خدم في اوراش وكيجي كيلقاه راه مديكلاري في السي ان اس اس. هاد الاختلالات اليوم لان احنا التخوف ديالنا ماشي احنا التخوف ديالنا هو يفشل، وخصوصا انا كنقولوا مشروع ملكي هو الفشل. هادشي علاش كيتقال بان قنبله، لان اليوم هاد الامل اللي عطينا للمواطن كبير بزاف. ثانيا انا ملي كنهضر خصوصا على التغطيه الصحيه، واش في هذا الوقت ديال من هنا 2026 غنوجد الاطباء، نوجد البنيه التحتيه، نوجد كل شيء؟ انا كنقول لك راه يصعب. الطبيب راه عنده 7 سنين ولا جينيراليست الا ما دوبل تاع عام باش يتكون، سبيسيالتا عنده 14 عام، الخصاص اللي كاين مهول، البنيه التحتيه اوبيتال دابا لا مويان ديال البناء ديالو عنده 7 سنين الا ما كانش ديزاري شونتي ولا مشاكل مع المقاوله، يعني يا فوق عمر ديال الحكومه او لا حكومتين. يعني اليوم هاد الاوراش اليوم اللي تفتح بطبيعه الحال هي تاسيسيه، لكن الافتخار باننا خرجنا مرسوم ولا حولنا لراميديس وديناهم لامو هذا عمل تقني. احنا اليوم كنتسالوا شنو هو لان شنو خصو يكون المواطن، خصو كان يقول الجاذبيه لهذا المشروع باش ينخرط، لان الا ما كانش الجاذبيه راه ما ينخرطش. انت سجلته في السينيسيس ولكن من الكوتيزاسيون عطاه الشهر الاول، ملي غيمشي لوبيتال غيلقى كفس من داكشي اللي كيشوف ما يبقاش يكوتيزي، يعني المآل ديالو الفشل لان ما كايناش ديمومه في التمويل. وهذا هو التخوف ديالنا، كنقولوا للحكومه اودي كندقوا ناقص الخطر. هذا الورش الملكي كما دار في الراميد شحال هذه، لان الراميد كان التزام ديال الحكومه ديال 3 مليار ديال الدرهم للتمويل، ما تمش التزام بطبيعه الظروف، كان المآل ديالو الفشل لان لي زوبيتو كلها غرقات في الكريدي. غادي نعاودوا نفس 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 التجربه، يعني الورش ديال الحمايه الاجتماعيه حنا نتمينه كمعارضه، والدليل اننا صادقنا بالاجماع غير هذه جوج الاسابيع على 5 ديال القوانين، وما كنديروش حتى التعديلات باش نسرعوا باش ما يبقاش حنا كبرلمان وكمعارضه نعرقل هذا الورش. لكن على الحكومه الحدود اليوم تشرح لنا كيفاش غتمول هذا الشيء، وكيفاش غادي يمكن لها تخلي هذا الصندوق يمشي للديمو. حاجه واحده اللي غتستافد منه، ربما هذه الكوتيزاسيون غتنقد دوك صندوق ديال التقاعد من الافلاس بها، ولكن المواطن تخليه منه لذاك لوبيتال غادي يمشي ما يلقى لقاه، هي ولكن خرج من جيبو واحد الحاجه اللي ما يمكن كان كيخلص من جيبو ما كانش كيوصل في المرض ديالو ولا في المصروف ديالو هذا الشيء ديال الكوتيزاسيون اللي غادي تعطى. بسرعه، هذا الورش هذا واحد الورش مهم جدا، هذا ورش ملكي كبير كبير. علاش؟ لانه المعنى اللي فيه انه يهتم بالفئات الهشه. مره اخرى احنا بدينا مع الحكومه في الاول انه خدامه مع الفوق وناسيه التحت. السي حسن قال لك تتقطر، قلنا له ما وصلت قطره. فكاين واحد شنو المشكل في هذا الورش؟ اولا هذا الورش خصنا نعطيو التاريخ ديالو للمغاربه، ما يمكنش شي واحد اللي كان البارح ضد الدعم المباشر يجي بين عشيه وضحاها يرجع ديال الدولة الاجتماعية ومع الدعم المباشر. هذا سياسيا. من الناحية العملية هذا جاء أجراء أول قانون خرج، القانون الإطار خرج في مارس 21. جلالة الملك في أفريل 21 بمدينة فاس ترأس حفل انطلاق لهذا الورش، وتم الاتفاق وتم التوقيع على 3 ديال الاتفاقيات. اتفاقيات ديال 3 ديال الاتفاقيات اللي تتعني جميع الفئات. قبل لا تغادر الحكومة السابقة خرجت 22 مرسوم. هذه الحكومة في الأول جات تقول ما لقينا والو، هذا تصريح رئيس الحكومة في السخيرات، واللي بغى يرجع ليه يرجع ليه. ما لقاش القانون الإطار في الجريدة الرسمية، ما لقاش الاتفاقيات الإطار اللي توقعت أمام جلالة الملك، حتى إلا بغى يدخل في الحكومة ما عندنا مشكل غير الاحترام ديال المقامات، وما لقاش المراسيم 22 مرسوم. هذه الأولى. ثم هذا الورش الملكي تيطرح جوج ديال الاشكاليات اللي خصنا نتعاونوا عليها، وانا تعمدت نرجع لداكشي في الاول لانه ما تيخليوناش نحشمو. كل مره انجز في سنه اكثر من 10 سنوات غنبقاو نذكروا المغاربه كل واحد شنو دار. شنو هو هذا الورش؟ عنده جوج المشاكل. كاينه اشكاليه الاستفاده كبيره
خصنا نحلوها، خصنا نحلوها، والا انا نقول لك، انا نقول لك شنو، لا انا جايك، انا دابا عطيت غير العنوان، غادي نجي ندير التفصيل. الرميد كانت فيه 7.72 مليون اسره، 18.44 مستفيد ومستفيده مليون، 18 مليون و440 الف مستفيد ومستفيده. جات هذه الحكومه بقدره قادر بانتقائيه عشوائيه، لانه بلاتي، لان المعايير ما يمكنش تعطيني 4 مليون ان شيفر اروندي، ما يمكنش. الا درتي معايير غيخرجوا لك من 7.72 خصهم يخرجوا لك 3,781,421 فصيله. كيفاش درتي؟ أرى المقص 4 مليون، دوك دوزتي 4 مليون وقلتي الدولة غتحبوا ب 9.5، وهذوك 4 مليون داخلهم واحد 10 مليون مستفيد وخليتي 3.72 مليون في حي صبايص. ها هما دابا تيتشكاو، نقول لك في حي صبايص، لأنه منين ضربتي المقص ودوزتي 3.72 تقريبا 9 مليون ديال المستفيدين والمستفيدات في منزلة بين المنزلتين. أنا عندي اقتراح للحكومة عملي بسيط، قولوا لها 3.72 مليون أسرة اللي بقات، فتحوا لها الباب أن تصرح بنفسها عند السيدة الحكومة الموقرة. يجي يجي الأرملة ولا يجي الفقير ولا المعوز يقول لك أنا راني ماني خياط، ماني خياطة، ماني حتى شي حاجة، راكم حيدتوني من الرميد بناء على معايير. ودرسوا ودرسوا، ديروا لو ركور في العالم، في العالم المحاكمة العادلة والإجراءات الإدارية العادلة فيها لو ركور. انت جيتي دوزتي تلين اذا عندي اقتراح عملي تنقل لكم، ارجوكم ارجوكم لما يضمن نجاح هذا الورش، افتحوا الباب باب 3.72 غير اللي هو ما محتاج غيحشم، ولكن اللي محتاج يصرح للحكومه، والحكومه عندها الاليات باش تعرفوا واش صرح ولا ما صرحش، اما باش دير ربعه وتدوزها. اذا هذه الاولاد الاستفاده، وهذه كبيره وكبيره جدا، راه يكون فيها مشاكل. تنقل لكم افتحوا الباب ديال الناس يمكن يطعنوا عند الحكومه، يقولوا لها هذه سهله، ما يمكنش تجيو تضرب المقاس، راه المواطنين ماشي 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 خنشه ديال التمن. ثانيه هو التمويل، وهذا هو بيت القصيد. التمويل الحكومه ما عندهاش تصور على المستقبل، لان اليوم صندوق دعم التماسك الاجتماعي اللي دار في قانون الماليه 2021 غير باش تفكروا، واللي حتى ديك المساهمه التضامنيه راه دارت تما، انتم استصحبتموها الى 2026 باش تكون الامور واضحه، ماشي اخترعتيو العجله ولا اخترعتيو القمر. لا خليني نكمل، ما سمعتكش والله، خليني نكمل، زيدني دقيقه باش هذاك. شوف الصندوق ماشي الميزانيه، الصندوق فيه 10 ديال المليار، ولكن المشكل ماشي هو هذا، المشكل هو الموارد، لان شنو عندنا 9.5 ديال المليار ديال الدرهم ديال لي راميديست بلاتي ونكمل، وعندنا 20 مليار ديال الدرهم اللي خص الحكومه تحطها باش تخلص هذيك 300 درهم للاطفال ما بين 23 و 24، في 24 خص 20 مليار، 23 خص نص، في 24 خص هي 29، لا هي 20 مليار وما ماتش غير طاح، 20 زعما داك، شوف هي 30 مليار، هي 30 مليار ما نزيدكش الاراميل وما نزيدكش التيسير وما نزيدكش، خلي هذا عاد نزيدك الحكومه الموقره متعهده باش تعطي الاشخاص المسنين اللي عندهم اكثر من 65 سنه معوزين. سيروا للصفحه 27 ديال البرنامج الحكومي ديالها وديروا الحساب، 1000 درهم خصها 22 مليار ديال الدرهم، دير سيدي غير 500 هاد 2023 هي خصها 11 ديال المليار، معناه ان الصندوق خصو 40 مليار ديال الدرهم، وبالتالي كاينه اشكاليه ديال التمويل. هذا الشيء بالحساب بالخشيبات، عندكم مشكل في التمويل ومدني، اذا عندكم مشكل في استفاده قصيتيو الناس بطريقه انتقائيه عشوائيه، والا فقولوا لي كي درتيو 4 مليون 4.6 الاصفار موراها، الناس ما تيتحسبوش ب 4.6 الاصفار، تيتحسبوا واحد واحد، كل مواطن عنده تيتحسب. والجانب ديال التمويل، شكرا. كاين في هذا هذا الموضوع كاين بزاف، مشى رشيد بغيت نجاوب عليه، ستة ديال الدقائق. في الحقيقه انا تنتفق مع السي رشيد الحموني، لانه وجبد واحد التحديات، والحقيقه باش عاوتاني نكونوا نهضروا واحد الواقع، التحديات عند الحكومه انها الا دارت هذه لا جينيراليزاسيون وما كانتش
وما كانش يعني الظروف ديال الاستقبال ديال الناس اللي جايه للتطبيب، راه هذا اشكال وخلق التحدي. وحنا تنشكروا المعارضه لان مشات في هذا معنا في هاد القوانين اللي جات للبرلمان ديال اصلاح المنظومه الصحيه. بغيتي نفتح واحد القوس نقول لكم ان مطيشه تدي 4.95 درهم في مرجعنا، تعطيوك 50 درهم منها على لا كارت الا بغيتي تشريها. هذه انت هضرتي على لا ما تيشرابش الدراما سي شوقي، راني مشيت للمرجان سي تان برودوي باش تيجربوا عباد الله، غتدخل غتطيح عليك القضيه ما تيشرب 60 درهم الا دخلتي للمرجان. والله هذيك السي شوقي راه حنا تنعرفوا. واخا واخا تفضل السي شوقي تفضل. الجاذبيه السي رشيد الحموني تكلم ايضا على الجاذبيه، فعلا هاد الجاذبيه خص تكون هاد الجاذبيه عند المراكز الصحيه عند يعني المنظومه الصحيه بصفه عامه. اليوم قبل ما نجي للاستدامة واللي التمويل اللي هضرتوا عليه، راه كاين بعض الاختلالات تحويل، راه فيه ملايين الناس طبيعة الحال. حتى انا تنتلقى اتصالات، كاين هذا فلاح، هذا هاد الشيء، راه كاين واحد العمل مستمر ويومي ديال اللجنة اللي متبعة هاد الشيء، زائد مؤسسات صندوق الضمان الاجتماعي اللي من هذا المنبر في الحقيقه خصنا نحييوها على العمل والمجهود اللي دارت، لانه واكبت. حنا كنا تنتصوروا واش غادي خصنا غير مؤسسه واحده اللي دير هاد لا جينيرال، واش مؤسسه واحده قادره، ولكن هذه مؤسسه وطنيه نكنوا لها كل الاحترام. وفي الحقيقه راه علاش التسرع اللي قلتي التسرع على السي رشيد؟ التسرع هذا راه قال السي العزامي راه مشروع ملكي، وواحد وتحدد واحد الكالندري، لان الحكومه جات باش تنفذ هذا. فعلا حنا تنقولوا راه كاين تراكم، فاش تنقولوا حنا كاين واحد التاخر، ملي تنقولوا حنا كانت غير 8000 ودابا اصبحت ملايين، هذا هو اللي تنقولوا، ماشي ان ما كاينش حتى حاجه، ما كاينش تراكم. بطبيعه الحال هذا مشروع ملكي بدات واحد الحكومه، ولكن هذه الحكومه يحسب لها انها سرعت التنفيذ ديالو وزادت في التحويل ديال هذا الشيء. باش نرجعوا ما كايناش الانتقائيه، هذوك العمال الغير الاجراء، العمال الغير الاجراء اللي ماشي في الراميد، اللي كانوا واحد الوقت في الراميد، راه غادي يجي المرسوم اللي تينظمهم اللي هو باقي تنتظروا لانس اللي مازال ما وضعش. تنجي وهذه الا سمحتي لي سي ازامي، هذا المقص ولا هذا راه شويه ديال سميتو. اليوم نعاودوا نذكروا بالارقام، اليوم كاين 1.9 مليون ديال الاجراء، العمال غير الاجراء، راه تحولوا تيستافدوا ببعض الاختلالات اللي ما يمكنش نظام هذا. كاين 9.10 نقولوا 10 المليون ديال لي غاميديس باختلالاتها ايضا اللي واقعه في لي ليست في لي باز دو دوني، في هذا مسجل هنا وهذا، هاد الشباب ديال اوراج حتى هما كاين هاد المشاكل. حتى انا تنتلقى هاد الهواتي المكالمات هادشي، ولكن تنشوفوا ان هادشي تيتحل يوما عن يوم تيتحل. نجيو دابا للاستدامه والتمويل. التمويل بعدا نتفقوا ان اليوم كاينه واحد 18 مليار درهم بالرصيد المرحل من صندوق التماسك الاجتماعي اللي غادي تمول تقريبا واحد 15 مليار ديال الدرهم ديال اليوم، فيها 9.5 ديال هاد لي غاميديست و3 المليار ديال التعويضات العائليه اللي غادي 3 المليار اللي غادي تبدا في الربع الاخير، و 2.5 اللي كانت لي ريجيم القدام ديال تيسير ودعم الاراميل الى اخره. اذا ولكن غادي نتفق معاك ونمشي معاك لداكشي. من التمويلات ديالها اللي كاينه 6.5 اللي جايه من الضريبه التضامنيه اللي تيقولها، اللي في واحد ربع سنين يمكن تحيد، اللي في واحد ربع سنين يمكن تحيد. اذا غروس وهذيك لي زالوكاسيون فاميليال غادي توصل واحد الوقت ل 17 مليار مع هذيك. اذا خصنا غروسو مودو واحد 25 مليار ديال الدرهم سنويا. لا انا تنقول لك هذا هو الرقم، هذا هو الرقم، واسمح ودابا هذا تنقول لك الرقم ديالي. واخا خليني نكمل. التعويضات العائليه انا حدا صبر. واخا الا سمحتي، لان غادي يكون واحد يعني واحد لو فاين تيونين ديال هاد ديال البرامج واش بقى حنا عندنا جميع ديال البرامج ديال اللي بغيت نقول هو ان
بالنسبه للمشكل ديال هذوك الاطباء العمال الغير الاجراء اللي كاينين في الراميد، هذا السجل الاجتماعي الموحد هو اللي غادي يفك هاد شكون. وكاين واحد لو سكورين ماشي تنضربوا بالمقصص، هذه شعبويه السي العزامي، ماشي تنضربوا، كاين واحد الانتقائيه. شوف السكورين اسي 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 شوف، لان قلت لي الشعبويه، شوف لا لا هذيك كلمه المقصص، ما غنتكلمش على الشعبويه. السكورين كاين في الدعم اللي جاي، الرميد ما كاين لا سكورين لا حتى شي حاجه، لا هادشي 4 المليون لا كانوا لا ايوا دابا رحنا قلنا انصم، رحنا حافظين سوارينا، ما تقول لي الشعبويه. تنقول لك السكورين كاين فيما اتي، فيما هو اتي. عندك مقص ماشي شعبويه لا واجب، واش قلت لك لا كمل اسي شوكي مخدق. شوف انت اسي الازامي، كنتي في المناظرات، كنتي في المناظرات، جالس في المناظرات ديال الجبايه، اذا القانون الاطار راه باين، ودار واحد الـ 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 يعني واحد لي بريغوكي ديال هذا اللي فيهم الاصلاح، واللي من ضمنهم اصلاح صندوق المقاصه. اذا ولا التضريب ما كاينش عندنا، اون فابا ريانفونتي لا العجله، ما غاديش نعاودوا نختاروا. يعني هي ما اختارت ما بغيتيهاش. كيفاش عندكم 40% على شركه المحروقات؟ وغير سمح لي سي شوكي قريب، غير سمح لي، ودابا ما تخليتونيش كاع نهضر انا، لا ما خليتيش نهضر، لا سمح لي وقطعوني بزاف. اذا ما كاينش شي، خصنا بهدوء كمغاربه نجلسوا. الدوله راه الحكومه راه عندها تصورات، وانا تنقول لك واخا ماشي يعني على اطلاع، كاين جوج حوايج، وانت كنتي في المناظره، كاين القانون الاطار اللي جايب التوجه، اما اصلاح هذا ولا التضريب. هذا الشيء غادي نجيو لواحد الوقت واللي غادي يوقع، والاغيسيو غادي يعاون باننا نبينوا كيفاش هاد الدعم المباشر، وكيفاش وغيساهم في اصلاح صندوق المقاصه، باش نحققوا ان هاد الحمايه الاجتماعيه ننجحوا فيها بجميع مستوياتها اللي بدات بالتغطيه الصحيه اليوم. شو سي حداد تفضل. لا اولا انا قبل ما غادي نجاوب على هذه القضيه ديال التغطيه الاجتماعيه، عندي 6 دقائق. راه احنا معارضه واغلبيه، ولكن فاش يتعلق الامر بامور تتعلق بمصلحه البلاد مع الخارج تنبقاو كلنا مغاربه، وما كنتزايدوش في هذه الامور. ما خص حتى واحد يتزايد على الاخر، لا في افريقيا ولا في غيرها. افريقيا توجه ملكي، الدعم اللي كاين افريقيا دعم استراتيجي مهم جدا، جلاله الملك تيسهر بيدو على يعني الدعم اللي كاين للاسمده. فاش كانت كورونا شاده جميع الاسواق، المغرب هو اللي كان تيزود افريقيا بالخضر. فاش ايبولا تسدات، وكنا انا وياك السي الازامي في الحكومه وجلاله الملك امر بانه تبقى الطائرات كتمشي لغينا كوناكري، وكتمشي لسيراليون، وكتمشي لناميبيا. حتى واحد ما يتزايد لا افريقيا. الا تقلت هذه القضيه، لا سي دري اسمح لي، الا تقلت هذه القضيه ما خصناش نجبدوها دابا ونتزايدوا عليها سياسيا، ما خصهاش تجبد سياسيا. شوف افريقيا ما نتزايدوش بها، وهذا راه توجه ملكي، ما نتزايدوش انا بلاتي دابا هذه وبلاتي راه هضرتي انا لا ما زلت ما للحكومه ولا ما خصناش نتزايدوا على افريقيا، حتى شي واحد ما خصوش يتزايد، الا قالها ما خصناش نتزايدوا عليها. صافي سالينا، قالت مدوار صحفيه رسميه سي الحسن، وراه قلت انت قلتي انت تزايدتي بها، ما تزايدتش بها، لا تزايدتي بها. شوف انا انبه الناطق الرسمي لخطا في التواصل، خطير غير مقبوله منك السي ادريس، غير مقبوله. لا غير مقبوله، راه انت عمرك كدير هذه القضيه، ما يمكنلكش ديرها، يمكن خطاوه في التواصل، ما ديرش هذه القضيه اننا نتزايدوا بعلاقه المغرب مع الخارج. لا لا نتزايدوا، لان مصلحه ديال الدوله ومصلحه البلاد ما تنزايدوش. خطا في التواصل خصو يعتذر عليه، خطا ديالو، ولكن ماش نزيدوا هنايا الحكومه. هذاك ناطق رسمي السي الحسن، هذاك ناطق رسمي باسم الحكومه. وبلاتي يا زري، ما وقفناكش فاش قلتي، راه قلتي واحد الحاجه كبيره وما وقفناكش، ولا وبلاتي دابا نرجعوا لهذ القضيه ديال التغطيه الاجتماعيه. وانا تنامر من اللي بديت، وانا تنقول راه الحكومات ها اللي داروا ولا ما داروش اللي قبل منا، وتبدا هذا الشيء في الحكومه ديال سعد الدين العثماني. ولكن لهذه الحكومه خصنا ديال التاريخ، ما عندها حتى شي مشكله، هذه الحكومه كانت عندها الجراه بان سرعات هذه الامور بامر ملكي، ولكن دخلت فيها وسرعتها. ولكن انا بالله عليكم، التغطيه الاجتماعيه، التغطيه الصحيه، التعويضات العائليه، والتقاعد، كل هذا الشيء
في زمن الازمه باش يمكن لك انه تعملوا في واحد 3 سنين ولا 4 واحد الزخم كبير. الى غير ذلك راه تطلب كمان الليغاليه التقنيه. هذا ماشي تقني، هذه اراده سياسيه ديال الحكومه باش يمكن لها انها تشتغل على هذا الورش. ورش كبير، ما ورش كبير مهيكل اساسي، وهذه الحكومه لها الفضل انها طبقات هذا الورش الملكي وطبقات بحذافيره. واش كاينه اشكاليات؟ كاينه اشكاليات. انا نقول لك الاشكاليات اللي كاينه، كاين الاشكاليه ديال هادشي ديال الراميد في غادي يدخل، كاين الاشكاليه ديالهم المساهمين اللي هما غير ماشي راميديست، كاين الى اشكاليات كبيره جدا وستطرح وغادي تطرح. ماشي ما غاتطرحش هاد الاشكاليات مزيان. انا تنظن اللي متفق مع الاخوان ديال المعارضه خص الحكومه تصمت للناس ودير مثلا واحد المساله ديال وقولوا ها الشكوى ديالنا. هل بلاتي هذا السي ادريس اسمع لي، انا ما تهضرش مع شوكي، انا اللي تنهضر معك. انا تنقول لك السي ادريس هادشي اللي قلتي مهم، وخاطب السي الازلي واخاطب السي الحموني. شوف الحكومه تسمع لهاد الناس اللي عندهم مشاكل ونديروا واحد المساله ديال الشكايات باش نعرفوا شنو هي هاد المشاكل باش يمكن لنا اننا نتغلبوا عليها. وكما قالوا الاخوان ديال المعارضه هذا ماشي ديال حتى شي واحد، هذا ورش ملكي وديال المغاربه كلهم ومهيكل. وانا متفق معكم بان كاينه هاد الاشكاليه ديال التمويل، اشكاليه غطرح لنا الاشكاليه التمويل. وجميع الدول اللي مشات في هاد الشيء التمويل، راه الا مشيتي دابا لامريكا فيها السوشيال سيكيورتي وفيها ميديكير راه وصلوا لواحد واحد الاشكاليات كبيره جدا في هذا الاطار هذا. ولكن كاينه امكانيات وكاينه ارهاصات اللي دايرها الحكومه دابا، وهذوك الارهاصات مهمه جدا. لانه بحال دابا المساله ديال الضريبه الداخليه على الاستهلاك المفروضه على الطبق راه مصدر من المصادر اللي استعملت الان بالنسبه لهذه من غير المساهمات. كاين المساهمات مازال ممكن هذه، كاين الحصيله ديال الضريبه ديال التضامن ديال الجوي اللي درنا انا وياك السي ادريس في 2014 واللي قسمناها ما بين التكافل الاجتماعي وما بين التسويق ديال فاش كنا انا وياك درناها التسويق الطياره السياحه، هذه غادي يمكن لها كذلك تستعمل. كاين الضريبه المطبقه على بعض الاجهزه المستهلكه للكهرباء راه دخلناها الان كاينه دابا، وكاينه هذيك 200 مليون درهم ديال لاتيك على الاطارات المطاطيه، 190 مليون درهم على ديال المساهمه. هادشي كلشي قليل متفق معكم ما غاديش يعطينا. ولكن انا اللي تعني اشنو هو؟ تعني اننا خصنا نديروا ثلاثه ديال الامور اللي نمشيو فيها، ومع المخاطر، مع المخاطر ديال انه راه هادوك اللي سوا غادي يطلعوا، وكل ما طلعوا كل ما انه خصك تلقى شي طريقه باش ديرهم. راه ما يمكن حتى شي واحد يقول لك دابا يتنبا شحال غادي يبغيو المغاربه ديال التداوي من 2030 ولا 2040، حتى واحد ما يقدر يقولها. ولكن خصنا لابد هاد المخاطر ندرسوها ونفهموها ونقولوا بانه على الاقل ثلاثه ديال الامور اللي خصنا نديرو دابا. خصنا نديرو المساهمه ديال المساهمين، هذيك مهمه جدا، الناس اللي كيساهموا، كاين اللي ما يساهموش تساهم عليهم الدوله، الاعانه ديال الدوله، وكذلك اننا نوجدوا تمويلات اللي هي مبتكره بحال هادو ولكن نوجدوها اللي هي تعطينا ملايير ديال الدراهم باش يمكن لنا نتجاوزوا هذه المساله ديال التمويل في اطار التدريب. ما غاتقوليش المحروقات، لان المحروقات وصلنا لهم 40%، ما غاديش نزيدو اكثر، وصلنا 40%، وصلنا 39.5%. سي باقي لك 10 ثواني. 10 ثواني. 10 ثواني خليه يحدد. انا غادي نسالي هذه القضيه ديال 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 التغطيه الاجتماعيه، هذا ورش مهيكل ديال كلشي المغاربه. غير الفضل ديال هذه الحكومه انها واجهته بصرامه كبيره وشجاعة سياسية كبيرة وإرادة قوية، وخصنا كلنا نصفقوا ليها وصافي. شوف غادي نختموا هذا اللقاء بدقيقة واحدة لكل واحد. سي حموني تفضل، عندك دقيقة تعطينا لا 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 غير عاوتاني سي حموني. سي حموني ماشي باش نختم، بغيت نسول الأغلبية واش عندها شي فكرة على دخل الكرامة فينا هو، لأنك غادي يكون في 2022. لا البترول عرفته، هذه ما عرفتهاش. سير الصفحة 27 البرنامج الحكومي. الاهتمام واحد 400 درهم قلتوا واحد الوقيتة تعطيوها في شو تنبير وغتوصلها في 2026 1000 درهم الى حدود الساعه. والسيده الوزيره قالتها في جلسه دستوريه غير قريب الحال، وكاين المحضر جلسه ولا التزمت به مازال ما شفناش. الاهتمام بالاشخاص المعاقين، لان كان في البرامج في البرنامج الحكومي بلا ما نهضر على البرامج ديال الاحزاب،
في الميزانيه اللي فاتت خصصوا لها 500 مليون ديال الدرهم. ملي كنشوفوا شحال كاين ديال الاعاقه، كاين 1,800,000 ديال المعاق، نقولوا غير 900، غير النص 900 مليون اللي محتاجه الدعم. ملي كنقسم ديك 500 مليون على 500 مليون ديال الدرهم على 900,000 كتعطيني درهم و20 فرنك في النهار، 550 درهم في العام. واش درهم و20 فرنك لذاك المعاق ولا لذاك الاسره قاده؟ لان ما بقاتش في الارقام. ملي كنقولوا 500 مليون الناس كتفرح، ولكن ملي كنجي وكنبقى رئيس كنلقى درهم و20 فرنك. واش يشري بها حتى طونيك؟ راه ولات. شكرا سي حمودي، شكرا سي ازابي. مسألة اخرى ها؟ وقبيله وانتم كتدافعوا في الحكومه. واش تقبيل المعطيات اللي عندكم ما عندش الحكومه، ما عند لا وزاره الطاقه ولا الناطق الرسمي، عطيتو معطيات مهمه قبيله في الغازوال وداك الشيء. لا عطيتو قبيله معطيات والله ما كاين عند الحكومه. انا كيسحب لي واش عندكم شي معطيات حتى في هذا الموضوع؟ تفضل. الجواب ديما كاين شي واحد القضيه. هذه الحكومه المساله ديال التحويلات المباشره بالنسبه لهذه المساله اللي قلتي ديال الكرم، كاينه دابا الان خصنا نعرفوا شكون هما الناس، خصنا نعرفوا شكون هما الناس اللي هما محتاجين باش غنديروا تحويلات مباشره عامه ديال جميع المواطنين اللي هما عندهم الحاجه. وهذا الشيء ديال السجل الاجتماعي دابا خص لابد المواطنين نخرطوا فيه، خصنا كلنا نخرطوا في هذا الاطار هذا باش يكون السجل ديال السكان، يكون كذلك السجل الاجتماعي اللي هو خاص بهذا الفهدي باش يمكن لينا يكون هذا الشيء مستهدف. قبيله قلتي واحد القضيه وانا متفقش معك عليها، قلتي حيدوا لاتيك، حيدوا لاتيك، وهذيك لاتيك الا حيدتي هذيك لاتيك عرفتي غادي كل اللي غيستافد منها السي رشيد، غيستافدوا منها دوك اللي تيستهلكوا اكثر. انت راك من التقدم والاشتراكيه، ما بغيتيش هذاك اللي عنده 10 طوموبيلات و20 كاميو هو اللي يستافد من هذيك المساله ديال لاتيك. والمساله الثانيه، والمساله الثانيه وهو انه لاتيك، لاتيك تعطيك 30 مليار ديال الدرهم. الا بغيتي 30 مليار ديال الدرهم راه داكشي باش كنديروا دابا الدعم ديال السكر، وتنديروا الدعم ديال الدقيق، وتنديروا الدعم ديال البوطه. الا بغيتي نحيدوها ما كاين مشكل، خصنا غير نعرفوا شنو كنديروا الا بغينا نحيدوا لاتيك. شكرا سي حداد. سي عزامي تفضل. سي عزامي عندك دقيقه. لا لا بسرعه، شوف هذا المدخول. الله يخليكم الاخوان. عندك ثلاثه د الالتزامات مكتوبين في البرنامج الحكومي غيبقاو في عنق هذه الحكومه والمعارضه ستتابع عليه. مدخول كرامه سي الحسن، اسمح لي الا مشيتي للصفحه 27 وتنقولها للمغاربه، يمشيو للصفحه 27 ديال البرنامج الحكومي، غادي يلقاو بانه الحكومه تعهدت ان تصرف ابتداء من شتنبر 2022 400 درهم للاشخاص المسنين الذين يتجاوز سنهم 65 سنه والذين هم في وضعيه معوزه. شتنبر ما كاين والو. ثانيا ما تقولوا ليناش السجل الاجتماعي الموحد، انا ادعوكم دخلوا للصفحه الرسميه ديال التجمع الوطني للاحرار وسيروا للصفحه 9 البرنامج، غتلقاو تيقولوا بالحرف باننا وما لزمهم بها حتى واحد، لن ننتظر السجل الاجتماعي الموحد، سنعتمد على اللوائح المعتمده في الرميد. خليونا باش المغاربه يبقاو عاقلين علينا ويثبتوا علينا. صفحه 9 تتقول بوضوح هذا الامر، و 27 البرنامج الحكومي تتقول. اذا شوف الحكومه في ورطه فيما يتعلق بالناس ديال 65 سنه، وما تجيوش تقولوا لينا غندخلوهم في سحب 300 درهم. 300 درهم بلا ما نزيدك 2500 درهم ديال الاساتذه، مازال ما شفنا والو. أساتذة جدد مازال ما كاين حتى حاجة، ما كايناش 2500 درهم التي تعهدت بها الحكومة، ما كايناش. وبالتالي شوف الالتزامات ديال الحكومة، يا إما تقدم برنامج ما قدمتيهوش. سي شوقي قبيلة السيد الرئيس قال ودي حنا ما درناش قانون مالية تعديلي، أنا تنقول لكم خصكم تقدموا برنامج حكومي تعديلي باش تراجعوا فيه على الالتزامات اللي ما قديتيوش عليها. شكرا. باش تبقى الكلمه ديال السياسي عندها معنى. شكرا السي شوكي، الكلمه الختاميه. لان غير باش البرامج الحزبيه ولا الانتخابيه راه مشات، كاين برنامج حكومي داكو باش ما نرجعوش لشي امور اخرى. تنظن ان الفلسفه ديال البرنامج الحكومي واللي كرسوا قانون الماليه لا ديال 2022 ولا 2023 باين تصورات واضحه ديال الحكومه ماضيه في تنزيل هذه الاصلاحات اللي اخوان في المعارضه راه اليوم اخوه الصحفيين راه من ضمن 63 مشروع قانون اللي جات بمشروع الحكومه راه كاين واحد النسبه ديال 90% او يفوق ذلك اللي تصوتات بالاجماع. معنيتها ان الاخوان في المعارضه يعني تيتمنوا هذا الشيء، لان
بزاف ديال يعني الاخوان اللي كانوا عندهم واحد الفكر ايديولوجيه اجتماعيه يساريه نقولوا يعني تيشوفوا ان هاد الدوله ان هاد الشيء راه غادي في 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 يناسب تفكيرهم وايديولوجيتهم. حنا واحد الموضوع اللي اذا اطمئنوا الاخوان ان الحكومه عندها التصورات لهذه التمويلات باش تنجح هذه ورش الحمايه الاجتماعيه بمختلف في لي زالوكاسيون والمعاش وباصلاح المعاشات والتقاعد اللي ايضا الحكومات السابقه دارت واحد الاصلاح فيه وكاين واحد الاخفاق والحكومه وتاخرت ونقولوها تاخرت الحكومه السابقه باش تجيب الاصلاح اللي نقولوا الاصلاح اولتيم باش تجيبو تاخرت فيه وهاد الحكومه هي غادي تجيبو دابا وتنقولوا ان في الاخير واحد الموضوع اللي كنت نتمنى نهضروا فيه هو الموضوع ديال المراه وما تذكرناش فيه لان كانت واحد الاصوات ترتفع في قضايا لها ارتباط بالمرأة والمستضعفة والمساواة والأسرة والمرأة والأم الحاضنة ولاية أمور الأطفال وما وكاين واحد الاجتهاد حتى واحد الاجتهاد اللي كاين يعني فقهي اللي كنا نتمناو أننا نذكروا عليه ولكن ما عندناش الوقت. شكرا. مهم خصنا نهضروا فيه خصنا نتكلموا يعني وكنضرب موعد اللقاءات السياسيه ان شاء الله في شهر رمضان غادي نخصوا واحد البرنامج مؤسسه حديث رمضان من جديد اللي غادي يكون لقاء مع الفاعلين السياسيين والمؤسسه ديال الفقيه التطوانيه هي دائما فضاء مفتوح للتعدديه وللراي والراي الاخر. شكرا لكم والى حلقه قادمه ان شاء الله.